مساء الخير واهلا بيكم. حلقه جديده من بوكس تو بوكس. عندنا احداث مهمه وعندنا ماتش مهم بكره، الاهلي وشباب بولزداد، ثم الزمالك عنده ماتش مهم جدا يوم السبت مع سجراده، وايضا بيراميدز عنده ماتش مهم مع سان داونز، وكمان مودرن فيوتشر عنده ماتش في الجزائر مع اتحاد العاصمه. فاسبوع الحقيقه على المستوى الافريقي زحمه جدا ومهم جدا. لكن انا عايز ابدا بحاجه خاصه بمارسيل كولر الحقيقه يعني. ومارسيل كولر احنا انتقدناه كتير السنه دي، محدش يعني يقدر يزايد على القصه دي، وكان ليه اخطاء واضحه السنه دي، وكان احد اسباب التراجع الفني للنادي الاهلي السنه دي. هو ليه افكار بيظن انها صحيحه، لكن في الاخر كان لها تاثير سلبي على الفريق فيما يخص الروتيشن، الاجازات. كنا شفنا المستوى اللياقه البدنيه مع بدايه الموسم، والاستيعاب الذهني والتركيز والمستوى الفني والتجانس بين اللعيبه والتغيير كتير في التشكيل، وكل الكلام ده كان ليه تاثير سلبي على نتائج النادي الاهلي. لكن في نفس الوقت محدش يقدر ينكر ان مارسيل كولر عامل موسم تاريخي على كل المستويات الموسم اللي فات، على المستوى القاري وعلى المستوى المحلي، محدش يقدر يزايد على ده ولا يتكلم في ده. راجل كسب كل حاجه دخلها ما عدا كاس العالم للانديه، يعني كسب دوري ابطال افريقيا، كسب السوبر المصري مرتين على المستوى المحلي، وده بيبقى معيار في الاختيار بتاع الافضل على المستوى القاري. كسب الدوري المصري وده واحد اهم الدوريات في القاره الافريقيه، كسب كاس مصر وده واحده من اهم واقدم البطولات في تاريخ القاره الافريقيه السمراء. والراجل انهى، عنده اكبر عدد من اللاعبين في منتخب مصر، عنده اجهز فريق، افضل نتائج، اعلى انجازات افريقيه على مستوى الانديه. حد يقدر ينكر ده؟ يعني لو جبنا مدرب الوداد سالناه يقدر ينكر ده، او مدرب الترجي سالناه، او مدرب سان داونز حتى سالناه، او مدرب اتحاد العاصمه نفسه سالناه. لكن لما يجي الاتحاد الافريقي النهارده يعلن اسماء الصبح الناس اللي وصلوا للمرحله الاخيره من الاعلان عن مين الافضل في كل حاجه بقى، افضل لاعب، افضل لاعب جوه القاره، بره القاره، افضل لاعبه، افضل مدرب، وتلاقي مارسيل كولر اتشال من هذا التقييم. لو خد تاني بعد الركراكي انا يعني ما اقدرش اتكلم، لان وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عامل اعجاز مش انجاز. رابع كاس العالم ده حاجه يعني تفوق الخيال بصراحه يعني. ورغم انضمام 2022 مع 2023، اصل كاس العالم اتعملت في 2022 فضموا السنتين، انا ما اعرفش دي جايزه ايه، هل دي جايزه 23 ولا جايزه 22، انما كل ده مقبول مع الانجاز العظيم اللي عمله المغاربه. ولو على مستوى حتى الالقاب الفرديه المغاربه سيطروا عليها، انا شايف انه لوجيك جدا، لانه بالعكس احنا نبقى داعمين للنجاح المغربي في الجوائز. حلو كده. لكن لما مارسيل كولر ما يبقاش من افضل ثلاث مدربين الموسم اللي فات، يبقى الاتحاد الافريقي بيهزر، تبقى حسبه غريبه جدا. انا ما اعرفش الاختيار بيتم ازاي، ولا التصفيه بتتم ازاي، ولا الناس اللي بتختار دي بتختار ازاي، وعلى اي اساس انه مارسيل كولر يخرج ويدخل مكانه عبد الحق بن شيخه. وعبد الحق بن شيخه راجل جزائري ومدرب محترم على فكره، كان بيمرن اتحاد العاصمه، اخذ معاه الكونفدراليه، واخذ السوبر الافريقي ومن النادي الاهلي، لكن عمر ما كانت السوبر معيار. يعني السوبر على مستوى العالم دي بطوله بيسموها كده بطوله طرف، هي في انطلاقه كل موسم بيعلنوا بيها عن بدايه الموسم، لكن لما بطل الكاس يكسب بطل الدوري في انجلترا او في اسبانيا او في ايطاليا او في المانيا او في السعوديه او في الامارات او في مصر او في اي مكان، مش معناه انه افضل نادي. طلع الجيش كسب الاهلي في السوبر المصري عادي وارد، ياما خسر الاهلي سوبر وياما خسر الزمالك سوبر، لكن محدش يقدر يقول ان قيمه الاهلي بتقل، او قيمه الزمالك على المستوى المحلي بتقل، او قيمه برشلونه لو خسر السوبر بتقل، او مانشستر سيتي بتقل، او ليفربول بتقل، او الكلام ده. هل الاتحاد الافريقي لمجرد ان عبد الحق بن شيخه
كسب السوبر الافريقي من الاهلي تتردم النجاحات اللي اتعملت من مارسيل كولر مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا يبقى ده هزار. وليد الركراكي ماشي على فكره، وحتى اليو سيسي بتاع السنغال برضو ماشي، مع انه من 22 يعني، يقول لك اصل وصل كاس العالم مع السنغال ده في 2022 ولعب كاس العالم مع السنغال ده في 2022، انما ماشي يا عم موافق. يبقى التالت، يبقى تالتهم كولر. ومحدش قال لنا ايه الاليه يعني، الاختيار بيتم ازاي؟ هل متسب بيقعد مع الرجاله بتاعته عندكم مين يا ابني النهارده فلان وفلان؟ طب خد اصل كولر ممكن يزاحم بعد كده الثلاثي فشيلوه، ولا في لجنه فنيه وهم مين؟ ولا ده تصويت جمهور ما شفناش؟ ولا ده تصويت لاعبين كباتن منتخبات افريقيه ومديرين فنيين ما اعلنوش؟ ازاي؟ ازاي مارسيل كولر خارج هذا التقييم؟ ازاي مش من افضل ثلاث مدربين في افريقيا الموسم اللي فات؟ ويخش مكانه عبد الحق بن شيخه مع كامل تقديري تاني بقولها لهذا المدرب مجتهد جدا، راجل مسك اتحاد العاصمه ثم انتقل الى سيمبا التنزاني بيمرنه دلوقتي. لكن هذا ظلم. ظلم فادح لموسم اجتهد فيه مارسيل كولر وعمل فيه نجاحات كبيره، اقل تقدير ان يخش في الثلاثه اللي بينافسوا على الجائزه وعارفين انها رايحه للركراكي. وعارفين ان القصه اتعملت كده عشان المغرب تاخد اكبر عدد من الجوائز، وتاني بقوله حقه. حق المنتخب المغربي بكل عناصره. والله لو قالوا المنتخب الافريقي كله والمنتخب المغربي موافق. لان المغاربه شرفونا في كاس العالم، زي ما قطر شرفتنا في التنظيم، المغاربه شرفونا في التقييم الفني وفي الاداء الفني وفي النتائج واخدوا المركز الرابع، لكن هذا ظلم بين. شفت؟ الافضل في افريقيا 23 كولر خارج القائمه المختصره لافضل مدرب، ده هزار. وكثر الهزار في الاتحاد الافريقي، وكثر الهزار في اختيارات الاتحاد الافريقي وفي شغل الاتحاد الافريقي. بلاش نستغرب لما نلاقي ماتش الساعه 6 بقى 9 وبعدين اتضرب تاني بقى 7 وبعدين كان يوم 10 وبعدين بقى 12 كان 13 بقى 9، يعني بقى فيه هزار كتير في الاتحاد الافريقي. ماتشات تتعارض مع المنتخبات عادي جدا، بقى فيه هزار موجود، بس الهزار يوصل كده يبقى هزار تقيل بقى. يعني يوصل للمرحله دي يبقى دمه تقيل. فالحقيقه مارسيل كولر ظلم باستبعاده من القايمه النهائيه المختصره بتاعه الاختيار اللي ما نعرفش مبني على اي اساس، وما فيش حد في الكاف طلع قال لنا مبني على اي اساس عشان ما يبقاش من افضل ثلاث مدربين ويخش مكانه عبد الحق بن شيخ. لا يستحق. يستحق الإشادة على اجتهاده، لكن لا يستحق أن يكون من أفضل ثلاث مدربين اشتغلوا في القارة الإفريقية هذا العام 2023. ده أول نقطة أنا عايز أتكلم فيها. تاني نقطة، النهارده الأهلي بعت للصحفيين خبر مفاده أن الأهلي تحرك لمواجهة محمد الشيبي ونادي بيراميدز في القضية بتاعت حسين الشحات. والحقيقة الموضوع ده الناس تناولته وكأنه إجراء تصعيدي خطير من النادي الأهلي، وإن النادي الأهلي هو ده خبر صحفي وليس بيان. هو ده مبعوث من النادي الاهلي، يعني ده الميل اهو اتبعت لكل الزملاء الصحفيين من المركز الاعلامي في النادي الاهلي، بقى خبر صحفي او بيان ما تفرقش معانا، المهم انه صادر من داخل النادي الاهلي. يعني هذا الخبر خارج من النادي الاهلي. حلو كده؟ طيب انا يعني ده خبر رسمي من النادي الاهلي يعني في الاخر يعني. يبقى اذا انا مش قصدي انه صح او غلط، بس انا هقول لكم وجهه نظري. ولما كنت بقول ان الاهلي عنده مشكلة التحرك بسرعة السلحفاة ما كنتش غلطان. هو حسين الشحات والشيب الواقع دي حصلت امتى؟ شهر 7. طب احنا عرفنا امتى ان الشيبي عمل بلاغ في حسين الشحات؟ وانا هنا اهو استضفت السيد المستشار اشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات على الهوا وقتها، وناقشنا هذا البلاغ
وقالت قدم بلاغ وقال ان احنا بنستعد للاجراءات القانونيه و و و والمحامي الشخصي بتاع حسين الشحات. يعني مش محامي النادي. الاداره القانونيه في النادي ما بتخشش تعمل مداخلات. ما بتردش اصلا علينا في التوضيحات. ماشي. ما عندناش مشكله، بالعكس احنا ايه ما بنضغطش على حد ولا بنجبر حد انه يتكلم او ما يتكلمش، كل واحد حر يعني. فبما ان ما بقاش في توضيح في التوقيت بيترك الامور للاجتهاد. طب ايه اللي يخلي الاهلي من شهر 7 لشهر 12 عشان يعمل الخبر ده؟ وبعد ما احنا كمان جبنا الكابتن عمرو العميره خبير اللوائح وكشف لينا ان الاهلي له حق قانوني في مواجهه الشيبي في هذا الموقف، ليس لان الشحات غلطان او مش غلطان دي قضيه اخرى، لكن لا يجب على الشيبي من الناحيه القانونيه المشرعه للوائح كره القدم في العالم ان يلجا للقضاء العادي او المحاكم او النيابات او الكلام ده. وفي الاخر برضو القضاء العادي او النيابات او المحاكم ملهاش دعوه، هي لما بيجي لها البلاغ بتحقق فيه وفق القانون. لكن انت عندك لوائحك كاتحاد كوره اللي هي تشرع مثل هذه الامور، انت بتنفذهاش، دي قصتك. الاهلي بكل قوته وقانونيينه وناسه وحواديته محدش ذاكر وخد باله ان الماده 38 دي بتاعت لجنه الانضباط بتعارض هذا الموقف غير النهارده يوم 7/12، يعني بعد الواقع بخمس شهور وبعد ما الواد اتجرجر وراح للنيابه واتخذت اقواله وخرج بالكفاله، وهو التصعيد خطير وشيد ولا عاتب؟ يعني حق ربنا هنا الموقف اللي اتحط فيه حسين الشحات دلوقتي، هو لعيب كبير في النادي الاهلي وفي نادي كبير اسمه الاهلي، هذا الموقف اللي اتحط فيه الشحات هل يقابله عتاب مني كميديا على الاهلي انه اتاخر خمس شهور لسه فاكر النهارده يبعت خبر يقول ان في ماده في اللوائح تمنع الشيبي انه يلجا وبعد ما الميديا كمان اتكلمت فيها؟ ولا الكلام ده كان من بدري من شهر 7 اول ما حصلت الواقعه كان لازم تتحرك وتدرس وتذاكر وتاخد موقفك وتبعد وتصعد وتمنع الواقعه انها تحدث؟ والشاطر اللي يوقد الازمه قبل ما تحصل يبقى عنده بعد نظر، مش لما تحصل فيحلها فيعمل شاطر. لا ده مش شاطر، ده عادي، ده يبقى قائد عادي. انما القائد الشاطر اللي عنده رؤيه لقدام وعارف ان هذا بلاغ هيتم التحقيق فيه لا محاله، ده شغل قضاء ما فيش هزار، فلازم انا استخدم كل ما امتلكه من الامور القانونيه والخطوات القانونيه عشان اوقف ده، لان ده لعيب في الاخر حتى لو مش هيحصل له حاجه. يعني حتى لو في الاخر اصفر الموضوع على لا شيء وربما يصفر عن شيء، لكن انا عندي اليات قانونيه استخدمها وما استخدمتهاش واستنى لما يحصل الموقف بعدين اتدخل، ولو فلحت في التدخل وفعلا الشيبي سحب البلاغ اقول يا برافو. لا ده عادي، اي نادي كان عمل كده، اي مسؤول في اي نادي كان عمل نفس الاجراء ده، انما الشاطر اللي يشوف الازمه من بعيد ويقول لا ده ممكن الواد ده بعد شهر شهرين ثلاثه يحصل واحد اتنين ثلاثه، شوف يا ابن اللوائح وشوف بتاع وتعالى نفرج وتعالى نشوف وتعالى نعمل ونعمل لغايه ما نوصل للمواد، سواء في هنا واحنا عندنا الماده 38 من لائحه لجنه الانضباط اهي، لا يجوز للانديه والمسؤولين وعناصر اللعبه اللجوء لاي من المحاكم البدنيه او الاداريه لحل النزاع الرياضي يتعلق بكره القدم، وبص كمان على اللوائح الاخرى في اتحاد الكوره، بص على لوائح الفيفا وبص على لوائح الكاف واعمل تقرير قانوني قوي اواجه باتحاد الكوره. انما احنا لسه ده لما عامر العمايره دخل معانا اتصلنا باتحاد الكوره قالوا اه حقهم يتقدموا حقهم ونناقش، واه الماده دي سليمه حقهم، احنا لسه بنكتشف احنا بتوع الميديا. فالنهارده اطلع اقول الاهلي شاطر انه عمل كده وتصعيد وبرافو وهايل لا، ده هذا عتاب لمؤسسه بنقدرها لا يجب ان هي تتاخر كل هذا التاخر بصراحة، وتوصل بقى طب يتصالحوا وحد في النادي يقول طب ما احنا ممكن نشوف نتصالح ولا نعمل ايه، واحد تاني يقول لا، واحد تالت يقول طب نروح لاتحاد الكورة، طب ما تذاكرش الموضوع ده شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 وشهر 10 وشهر 11،
هو لازم الواد يروح ويقعد هناك ساعتين وحتى لما سالت ما كانش في حد من الاداره القانونيه للاهلي معاه على فكره. لما انا سالت بس ما رضيتش اقول يوم. ايه رايكم بقى؟ هذا موقف متاخر. لازم يعني انا بقول لاصدقائنا في النادي الاهلي انا بواجهكم بالاخطاء عشان تتعدل وتتصلح. الاهلي بالنسبه لنا نموذج المفترض هكذا نظرا. دي النقطه الثانيه مش هتكلم فيها كتير لانه في ناس دخلت تزيط. لا متاخر جدا. ده راح واتحقق مع او تطلب اقواله وخرج بكفاله على فكرة. النقطة الثالثة اللي عايز اتكلم فيها برضو يعني في الاجراءات الشكلية برضو. النهاردة نادي الزمالك اعلن عن ابرام. فين الخبر؟ ابرام عقد مع كابتن معتمد جمال. يا خبر ابيض. وشفت وبرضه ده عتاب لمجلس الزمالك. مجلس الزمالك قامات عظيمه جدا، كابتن حسين لبيب المجموعه اللي معاه ناس عظيمه جدا. هل معقول بعد 4 مباريات الزمالك يوقع عقود رسميه مع معتمد جمال؟ وصور عندنا الصور دي صور كتير منتشره. ده انجاز ان الزمالك وقع عقد مع الكابتن معتمد جمال. دي حاجه غريبه جدا. طب كابتن معتمد جمال موقع عقد كمدير فني؟ يعني الكابتن معتمد جمال هل معناه ان هو هيكمل الموسم لنهايته مدير فني ولا موقع عقد كمدرب عام وقائم باعمال مدير فني لغايه ما يجي المدير الفني ولا ايه؟ ما اتقالتش، ما نعرفش. النقطه الثانيه، هل محتاج البروباجندا دي كلها؟ يعني ان المجلس والصور وهذا الشغل بتوقيع. هو لسه ما كانش وقع عقد كابتن معتمد جمال؟ معقول لغايه دلوقتي؟ وليه بقول كده؟ مش عشان خاطر اربط ان التوقيع العقد بعد 4 مباريات كسبهم، لا. ده طلع في اللائحه وده اللي كشفه لنا الحقيقه الاخ عامر العمايره. وروني اللائحه الاول. بتقول لك ايه؟ انه ما ينفعش اصلا حد في الجهاز الفني يتواجد جوه الملعب الحرم بتاع الملعب الا ما يكون مطلع الكارنيه. بتاع الاتحاد. والكارنيه ما بيطلعش الا بابرام عقود وتوثيقها في الاتحاد اصلا. طب اصلا كابتن معتمد كان في الملعب ازاي؟ ده اللي ساله عامر العمايره خبير اللوائح لو نحاول نجيبه. بص، يقوم النادي بتوثيق عقود الاجهزه الفنيه والاداريه. طبعا انا بتكلم الكلام ده وانا عايش في ميه البطيخ، يعني انت عارف اللوائح. احنا احسن ناس في اتحاد الكوره يبقى عندنا لوائح، واحسن ناس لا ننفذها. خد بالك برضو، يعني أنا دايما بقول إيه؟ كرة تنصلح مش بإن إحنا نجيب شخصيات قوية وشخصيات تطلع تكسر الدنيا، لا 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 لا. كرة تنصلح بتنفيذ بس اللوائح، اقرا بس كده أهو البند ينطبق على السين أو صاد أو عين، نفذه تبقى أجمد واحد في الدنيا. تبقى بص التوت فروت بتاع النجاح. إحنا أجدع ناس نعمل لوائح إيه قوية بجد وما ننفذهاش. بص، يقوم النادي بتوثيق عقود الاجهزه الفنيه والاداريه بالاتحاد المصري لكره القدم حتى يتثنى لهم استخراج بطاقات دخول المباريات للموسم 22-23. ماشي، على ان يكون رسم توثيق عقود الاجهزه الفنيه نسبه 3% من القيمه السنويه للتعاقد بالاضافه ل 14% قيمه مضافه بالاضافه لرسوم تنميه ماشي. كل ده حاجات يعني مش مالناش دعوه بيها. لن يسمح للاجهزه الفنيه التواجد بالملعب الا بعد الحصول على بطاقات دخول المباريات، والبطاقه مرهونه بايه؟ بسداد رسم التوثيق. وسداد رسم التوثيق مرهون بايه؟ بالتوثيق نفسه. طب والتوثيق مرهون بايه؟ بتوقيع العقد. امال كان الفتره اللي فاتت دي كانت ايه؟ انا عارف في كلامي ده الناس هتحولها اهلي وزمالك. شفت اصله زي ما اتكلمت برضو على الوقت على الموضوع الشيبي وتاخر الاهلي في الموضوع هيحولوها انت بتهاجم الاهلي انت بتهاجم الزمالك. عارف انت يخش يهبشوا في السوشيال. انما طب ازاي الراجل لما حط دي، وروني كده الاكونت بتاعه، والراجل شاف الصوره
خبر غرق الدنيا، انجاز عظيم، التوقيع مع الكابتن معتمد جمال موجود في كل حته. يعني هو يعني معينه هو موضوع عادي جدا وخبر عادي جدا وطبيعي جدا انه الكابتن معتمد جمال يتم توقيع التعاقد مع، عادي جدا يعني. ده راجل ماسك الفرقه بقاله 4 ماتشات، خرج خد الخبر اهو وعلق عليه: نادي الزمالك اعلن اليوم توقيع عقودا رسميه مع الكابتن معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني لفريق الاهلي لكره القدم بصوره مؤقته. وكتب بقى ان الاتحاد ان في لائحه ما بيطبقوش اللائحه، واللي بيعلنوا المفروض يتواجد من اللي هو اللي لازم يكون ماضي عقود وموثق عقده عشان ياخد الكارنيه وكل الكلام ده، وحط صوره من اللائحه ولفت نظرنا بصراحه الراجل حقيقه يعني. فدي من الحاجات برضو اللي تخليك تستغرب تقول يعني احنا عندنا لائحه فيها كل حاجه اهو ما بتطبقش ليه؟ ليه يا استاذ جمال علام؟ وانا بقول لكم اهو كلموا اي حد في اتحاد الكوره محدش هيدخل. يعني جرب تكلم رئيس الاتحاد استاذ جمال مش هيدخل يعلق. طب جرب تكلم استاذ خالد الرندالي في الموضوع مش هيدخل. جرب تكلم الدكتور ايهاب الكومي مش هيدخل. الحاج عامر حسين ما بيتكلمش غير في المسابقات. كل الساده اعضاء مجلس محدش هيتكلم. كلموا وليد العطار مش هيدخل. مش هيدخل. فانت بقى تقعد ايه تشد في شعرك فمش هنجرب. ولا جرب عشان يبقى عملنا اللي علينا. استاذ كابتن عامر العمايره مساء الخير. الخير اهلا بيك، ازيك استاذ محمد عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. بسرعه قول لنا يعني هل يمنع فعلا اي مدرب او عضو في الجهاز الفني من التواجد في حرم الملعب ان لم يكن له عقدا موثقا وكرنيا؟ تمام، عشان اتحاد الكره قال كده والقانون المصري بيقول كده. فين؟ في رسمه فنيه موارد الدوله بيقول لك عقود اللعيبه والاداريين والمدربين. ماشي يعني انا ما هو تنميه الموارد والضرائب والقيمه المضافه كل الكلام ده انا موافق عليه طبعا، ده قانون مصر. لا انا كمان بيقول لك ما يتوثقش العقد تمام غير لما يدفع الفلوس دي. انا فاهم. انا بس اللي انا عايز اعرفه من حضرتك، طيب هل اقول لك حاجه يمنع شروط الرخصه الافريقيه؟ بس من انا مش طوالي. انا عايز بس الناس بس لحظه واحده بس اصبر عليا. انا بس عايز الناس اللي بتتفرج علينا قدموا المعلومه بشكل مبسط بس في الاول هل يمنع اي حد يطلع له الكارنيه مبدئيا بدون ما يكون له عقد ولا لا؟ ده وفقا للائحه اتحاد الكوره اللي هي خاصه بشؤون اللاعبين والمديرين الفنيين والاداريين. اي حد في اي حد في الجهاز، اي حد بيقعد على البنش لازم يبقى له عقد او شغال في النشاط الرياضي في النادي طبقا برضو للائحه بتاعه او قانون نقابه المهن الرياضيه. تمام، عشان بيطلع له هذا الكارنيه اللي يقدر يمارس دوره على الدكه وهو لابس الكارنيه ده ويسمح له بالدخول او الخروج او كل الكلام ده لازم يكون له عقد وموثق. وموثق صح؟ ما قبل هذا التوثيق بقى يشترط السداد، القيمة المضافة، الضريبة، كل الكلام ده ماشي. لكن ما هو التوثيق مش هيتم غير كده. تمام، أنت عارف قيمة التوثيق ممكن تبقى كام؟ مثال بسيط بس للناس، لو مثلا كابتن معتمد بياخد 10 مليون في السنة كمثال. أول حاجة رسم تنمية موارد الدولة، ال 10 مليون هيبقى مليون جنيه تسدد غير ال 10 مليون، ده للدولة. و 500,000 لنقابة المهن الرياضية، 5% عشان هو مصري، لو أجنبي كان هيبقى 10%. لا انا بس مش عايز اقول، انا عارف ان هو القيمه يعني خلاص، بس هو لازم يسدد يعني الرسوم وخلاص بقى. مش يعني انا ياخد 10 مليون ياخد مليون ياخد 100,000 زي ما يكون، لكن هو يعني عشان يتوثق في الاخر لازم يكون مسدد يعني. اقصد لازم يكون مسدد، سيبك من السداد، لكن في الاخر اللائحه تمنع اي حد يتواجد في الملعب بدون الكارنيه صح؟ ده صح. لا وفي جزئيه ثانيه الاتحاد الافريقي في الرخصه بيقول ايه؟ عشان نادي ياخد الرخصه لازم يكون عنده مدير فني حاصل على رخصه ولديه عقد مكتوب. طب انت غيرت المدير الفني خلال الموسم لازم تبلغ الاتحاد الافريقي عشان يقعد على البنك اللي انت غيرت المدير الفني، ولازم انا 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 يطلع له عقد ولازم يكون له عقد. انا كابتن عامر مش عايز اخد الموضوع من منظور ان الزمالك مخطئ او مش مخطئ. لا مش قصدي الزمالك، انا بتكلم هذا مثال، هذا مثال اظهر عيب خطير جدا.
انه اي حد بيشيل اي حد بيجيب الناس تنزل تمرن تشتغل عادي جدا ممكن يقعد الموسم كله كده. يعني كان ممكن الزمالك ما يعملش العقد ده صح؟ صح كان الناس مش صح. هتسأل صح ولا ايه؟ صح. وفي مديرين فنيين ما قدروش يقعدوا عشان الاجهزة بتاعتهم او الاندية ما وثقتش الأوب بتاعتهم في الدرجة التانية. مظبوط. انت لفت نظرنا لنقطة مهمة جدا، انا بشكرك جدا. في بس نقطة كنت عاوز اوضحها عشان في حد طلع اتكلم تاني على موضوع الشيبو وقال لك القانون بيقفله. في المادة 84 من الدستور المصري اللي هو ابو القوانين بتقول ايه؟ بتقول ان النزاعات الرياضية تمام، بص المادة 84 من الدستور وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الاهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية فصل المنازعات الرياضية. يعني انت هتفصل في المنازعات الرياضية وفقا ايه للمعايير الدولية. ده مين اللي بيقول كده؟ الدستور المصري. ولو في قانون خالف دستور يلغى القانون. لا ما هو ده قانون، لا دي قوانين عامة. لا ده دستور، انا بقول لك ده ماشي دستور. انا في الاخر انت في هيئتك الرياضية نفذ قوانينك ولوائحك فتلاقي نفسك ملتزم بالدستور يعني. لكن في الاخر الجهات القضائيه لما ياتيها اي موضوع لا لا انا مش قصدي بص وفق القوانين العامه تفصل. انا بتكلم انا بقول بس انت ما كنتش المفروض تروح له. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكابتن عامر العمايره خبيرنا في اللوائح. هنعلق بعد شويه لكن خلوني اخد يعني عبر الزوم شخصيه مهمه حاليا في وسط كرة القدم. ليه؟ لأنه هو بيدير واحدة من أهم فروع هذه اللعبة في مصر ومن أهم نجاحات أو فشل الموسم الكروي هو نجاح أو فشل هذا الرجل. والحقيقة بتختلف الآراء حوالينه، مجموعة بتشيد جدا بأدائه الحقيقة وانه هو بيشتغل في صمت مش بتاع الشو يعني ومنظرة، ومجموعة تانية بتشوف ان اداؤه وشغله لم ينعكس من وجهة نظرهم على الاداء الفني للحكام. هو مستر بيريرا الحكم الدولي الاسبق البرتغالي، والحقيقة ليه تاريخ مشرف كحكم وحتى كمسؤول قبل كده ترأس لجان التحكيم في اكتر من مكان، وحاليا مترأس لجنة التحكيم في مصر خلفا للإنجليزي كلاتنبرج. فالحقيقة مستر بيريرا معانا عبر الزوم، فخلونا ندير معه حوار سريع نتعرف على أفكاره وتقييمه للتجربة بتاعته حتى الآن، وشايف إيه وإيه اللي مش عاجبه برضه وإيه اللي ممكن يكون بيعطل أفكاره أو برنامجه، وايه كمان اللي محتاجه للنجاح، واذا كان في بعض الملاحظات من بعض المحللين او الخبراء هو يرد لنا عليها. يعني مستر بيريرا برحب بيك عبر برنامج بوكس تو بوكس على اي تي سي، اهلا وسهلا. جود ايفنينج، ثانك يو، اتس ماي بليجر. مساء الخير، شكرا، هذه مصدر سعاده لي ان اكون معكم. عايزين تقييمك بشكل عام الاول عن الفترة اللي قضيتها في شغلك في الاتحاد المصري لكرة القدم كمسؤول اول عن التحكيم المصري منذ استلامك المهمة في مارس الماضي. 9 أشهر اعتقد فترة كافية يعني. 9 months is enough. Is like. نعم. 9 أشهر هي وكأنه طفل يولد بعد 9 أشهر. وهذا هو الوقت الذي يلزم لكي تستمر الأمور. 5 months. الآن خلال الخمسة قضيت 5 أشهر من 9 أقوم بتقييم الواقع في كرة القدم أو في مجال التحكيم في كرة القدم، ولدينا بيانات كاملة عن كل العاملين في مجال التحكيم وأنظمة التحكيم والمحكمين معلمين الحكام والأخصائي اللياقة البدنية وأعضاء اللجنة وأخصائي الفار. ثم قمنا بعمل استقصائين
يشمل كل حكام المباريات، والثاني كان للجان الحكام المختلفة في المناطق المختلفة، مناطق الكروية المختلفة في داخل مصر. كل هذه المعلومات التي جمعناها بدأنا نصمم خطة استراتيجية تخص التعليم والتنظيم وتطوير الحكام خلال عام 2023 إلى عام 2026. الجزء الأول فيما يتعلق بالتنظيم، قسمنا لجنة الحكام وأقسامها. لدينا الآن هيئتان مختلفتان، لجنة حكام مشكلة من فنيين وهم حكام، وقسم التحكيم أو إدارة التحكيم وهو جزء إداري يتابع كل الإجراءات الإدارية الخاصة بعملنا كحكام بتنسيق كامل مع لجنة الحكام. خرجنا بتعليمات خاصة بالحكام وتعليمات خاصة باللياقة البدنية للحكام. كل هذه التعليمات والمواد متفقة تماما مع توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبنفس الطريقة التي يؤديها كلا الاتحادين. وبعد ذلك بدأنا في العمل بعد هذه الإجراءات. الآن لدينا الحكام مقسمين طبقا لفئات، كل فئة تحكم قسم ما من هذه المسابقة. الفئة الأولى تحكم دوري نايل، الفئة الثانية نسميها المستقبل، وهم الذين يحكمون الدوري الدرجة الثانية ألف وما يتلوها من دور الدرجة الثانية والثالث. مثل الأندية في نهاية الموسم الحكام الأفضل سيرقون إلى الدرجة الأعلى، والأخير في التقييم سينزل إلى الدرجة الأدنى. نعم، لجنة الحكام أو تقييم الحكام مقسمة طبقا لأسلوب تقسيم مسابقات كرة القدم في مصر وفي أي مكان آخر في العالم. ولهذا السبب نحن بدأنا في عملية نسميها عملية إصدار تأهيل أو إصدار شهادة لمدربي الحكام أو معلمي الحكام، سينتقلون إلى جميع أنحاء الجمهورية في كل لجان الحكام في الجمهورية، وهناك عدد من مدربي اللياقة البدنية سينتقلون إلى كل المناطق في مناطق كرة القدم في مصر، وسنبدأ نعمل بشكل موحد وبتعليمات موحدة من نفس الإسكندرية، هي التي نعطيها في الإسكندرية، هي التي نعطيها في القاهرة، هي التي نعطيها في الصعيد. إذن هو شيء موحد. ثم نظام إعطاء الشهادات سيكون بطريقة منظمة، وتكون من خلال تصنيف يتم عبر تقييم. إذن وأهلنا من يستطيع أن يصدر الحكم على هؤلاء الحكام وأعطيناهم شهادة بذلك، وسيجوبون الجمهورية بالكامل لكي يقيموا أداء الحكام، وهو جاري بالفعل. ونحن نأخذ هذه التقارير التي يقدمها المقيمون ليخدم هدفين. أولهما لكي يعطونا حقيقة ما يحدث، ويعطونا أيضا رأيهم في أداء الحكام.
الثاني هو الدرجات، الهدف الثاني هو الدرجات التي يعطوها للحكام والتي ستستخدم في تصنيف الحكام. إذن هي كانت عملية شاقة ومرهقة بالتعاون مع العديد من الزملاء في كل الأقسام وكل أفراد اللجنة والزملاء في اللجان الحكام في جميع أنحاء الجمهورية لكي يتم توحيد التعليمات وأسلوب التقييم والتعليم ولكي يبقى الحكام الأفضل في القمة، ونقوم أيضا بتقييم آني وحالي ونهدف للمستقبل أيضا. كل هذا تم كما قلت أنه أنا كما قلت حضرتك أنا مسؤول عن لجنة الحكام بالكامل، وأنا مسؤول عن تعيين الحكام لدوري نايل ودوري المحترفين. هناك مبادئ تستخدم في معيار التعيين، أولهما التدوير. الحكام لن يحكموا لفريق واحد 4 أو 5 مرات، هذا لا يحدث. وأيضا المقيمين لن يكرروا دورهم، وهذا يتم على في مع كل الحكام. المبدأ الآخر هو أن نعطي فرص مساوية لكل الحكام، لأننا نريد أن نعد للمستقبل مجموعة واعدة من الحكام في كل الدرجات. مستر بيريرا، أنا يعني كنت حريص أن أنا أسيبك تتكلم في البداية لأكثر من 10 دقائق حتى تتضح للرأي العام الشغوف بكرة القدم رؤيتك الشاملة وطريقة العمل في إدارة الحكام المصريين وفي لجنة التحكيم، عشان ربما البعض مش فاهم كيف تدير اللجنة. تسمح لي بعض الأسئلة السريعة وأخذ منك إجابات سريعة عنها. الأول، تقييمك لحكام الدوري الممتاز هذا الموسم، إذا هنعتبر التقييم من 10، تقييمك كم من 10 بشكل عام للمستوى الفني للحكام؟ من 10 لا أعرف، ولكن نحن أنهينا الأسبوع الثامن، عدد من المباريات تم تأجيله بسبب مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية. وبالتالي لدينا أكثر من 70 مباراة لعبت، وكان هناك خطأان فقط في احتساب ضربات الجزاء، وأيضا خطأ في إشهار بطاقة حمراء لم تكن حمراء ولكن أشهرت بطاقة صفراء. وهنا أعتقد أن الكل لابد أن يكون سعيد بأداء الحكام. نحن في اللجنة سعداء بأداء الحكام بشكل عام، وسعداء أيضا بهذا التطور في الأداء للحكام والحكام المساعدين وحتى حكام الفار في دوري نايل في هذه المسابقة. معظم الخبراء وخصوصا الذين تولوا قيادة اللجنة في وقت سابق، ومنهم أيضا من لم يتولى قيادة اللجنة، بينتقدوا أداء الحكام بشكل صريح، وحصل معايا هنا على الشاشة أكتر من مرة لغاية الأسبوع الماضي، وبيقولوا إنه لمسات التطور لم تظهر بعد. هل من وجهة نظرك، لأنك بتقود مكان كان بيقوده البعض الآن كرئيس للجنة، ولا فعلا يعني بتستمع ليهم وربما أفادوك في شيء ونفذت فعلا وجهة نظر لحد منهم؟ the people
The people are free to have. الناس حرة في آرائها وأنا أحترم آرائهم. Myself and my colleagues. ولكن بالنسبة لي ولزملائي نحن نعرف ما نفعل. نحن نعرف ما نخطط له في المستقبل ونعرف كيف ننجح ونأخذ خطوات نحو النجاح والنتيجة في نهاية البطولة ستتحدث عن نفسها وستتحدث عنا فليستمر من ينتقد في انتقاده كل واحد له الحق ونحن نعرف ماذا نفعل أنا لدي خبرة كبيرة في مجال التحكيم في كل مجالاته من التدريس إلى الإدارة النتائج ستتحدث عن هذا الأداء. هل تلقيت في يوم ما أي اتصال من أي مسؤول في أي نادي؟ بشأن مباراة أو خطأ تحكيمي؟ نحن مركزون مع ما يحدث. هناك نوعان من الانتقاد. واحد انتقاد إيجابي. ونحن نتعلم من ذلك. لأن هناك نقاط إيجابية. يريدون مساعدتنا. هم أمناء في نقدهم. And there are وهناك criticism نقد they don't know the laws of the game, لأنهم لا يعرفون قواعد اللعبة وما هو بروتوكول الحكم المساعد الفار ولا يعرفون أي شيء عنه وليس لديهم قلب يتسع للنقد المعاكس هل ينتقدونني بسبب أنني أجنبي أو ينتقدونني لأنني إذا نجحت فسأخلق مشكلات لآخرين ولكن أنا هنا أنا أرتدي قميص الحكام المصريين أعمل لصالح كرة القدم المصرية لكن لم تجب على سؤالي لم تتلقى اتصالا من أي مسؤول في أي نادي على الهاتف لم يحدث لم أتلقى أي مكالمة هل يتدخل أحد في عمل السيد بريرا رئيس لجنة الحكام سواء من اتحاد الكورة المصري أو من أي جهة هل لك مطلق الحرية الكاملة في اتخاذ ما ترى من قرارات نعم هل قمت باختيار كل أعضاء اللجنة بنفسك لم يفرض عليك أحد عندما وصلت كان أحد الاتفاقات بيني وبين السيد رئيس الاتحاد السيد جمال علام وكل مجلس الإدارة هو أنني مسؤول وحر في اختيار من أشاء وأن أتخذ القرارات فيما يتعلق بالتحكيم بشكل عام يجب أن تعلم أن بترد على أسئلة هي مثار يعني جدل منذ وصولك إلى مصر حتى الآن فأعذرني إذا كانت الأسئلة متلاحقة أو يعني ساخنة لكن هدفنا التوضيح يعني What you mean by clarification? I am answer to all letters that we received. أنا أجيب على كل أنا أجيب على كل الخطابات التي توجه إلي. نعم. ولكن لا أتحدث مباشرة مع الأندية ولا أتحدث تليفونيا
personal contacts. أو بلقاءات شخصية فقط من خلال الخطابات المتبادلة التي يتلقاها الاتحاد أو على البريد الإلكتروني الشخصي. مستر بيريرا بيختار بنفسه حكام كل مرحلة أو بيعرض عليه الاختيارات قبل إدارة المباريات؟ No. All appointments of كل تعيينات الحكام في دوري نايل ودوري المحترفين أنا المسؤول الأول والوحيد. أما في دوري الدرجة الثانية ودوري الدرجة الثالثة أنا لدي ثلاث زملاء آخرين هم المسؤولين عن هذه الفئات. تمام. نحدد الفئات طبقا لمبادئ محددة ويكون هم مسؤولين عن اختياراتهم. بعض الناس انتقدت التصنيف اللي خلى أو جعل الحكم يؤدي عدد مباريات قليلة في الموسم وده ممكن يأثر على مستواه الفني، ممكن توقف للدوري يحصل لظروف مشاركات المنتخب او الانديه، فيبقى حكم عنده مباراه دوليه خارجيه مع الاتحاد الافريقي او مع الاتحاد الدولي لكنه على مدار الموسم المحلي لم يؤدي عدد المباريات اللي بتخليه جاهز فنيا، وكان مسار انتقاد ايضا من الخبراء في هذا الشان. في هذا الشأن شايفه ازاي خصوصا برضو لأخطاء حصلت المرحلة اللي فاتت في أفريقيا في بطولات الأندية؟ محمد عادل ومحمد معروف تحديدا كانوا أبرز الأخطاء في جولة سابقة في أفريقيا الجولة الماضية في الأندية الأفريقية. أنا أركز في مباريات هنا وأنا متفق أن ينبغي على الحكام أن يحكموا مباريات أكثر، ولكن السبب ليس في التصنيف ولكن السبب في عدد الحكام الزائد عن الحد في كل فئة. أنا تحدثت مع زملائي وشرحت للحكام أن الحكام عليهم أن يأخذوا مباريات أكثر، ولكن في الفئة الأولى لدينا 35 حكم، يريدون أن يكونوا لدينا ولدينا 52 حكم مساعد، يريدون أن يكونوا 80 حكم. الآن لدينا 84 حكم لمعهم رخصة الفار، ما هم لدينا 36 فقط، ويبقى هذا الرقم كبيرا. إذن هذه الأرقام طبقا للفئة كبيرة، ليس لدينا مباريات كافية، لا يمكن أن نخترع مباريات. لدينا 9 مباريات. هنتجاوز الأزمة دي إزاي إذا كان هذا الموسم مش قادرين؟ عشان الحكم يبقى جاهز في أي بطولة خارجية. The referees in Egypt, especially in the Nile League. الحكام في مصر وخاصة في دوري نايل يؤدون بشكل طيب والنتائج عظيمة. والحقيقة هو أننا لدينا أكثر من 70 مباراة حتى الآن ولدينا خطأين أو ثلاثة، وهذا رائع. أنا في العديد من الدول لا يوجد مثل هذه الأرقام، حتى لو أن العملية والمنظومة من الممكن أن تتطور وتتحسن أو تضبط، ونحن في لجنتنا نتعلم وأشخاص تريد أن تتعلم وتريد أن تحسن من أنفسها ونطور من الأساليب والطريقة. نحن مرنون ومنفتحي الذهن للتعلم. هل أفهم من الكلام أنه هيتم تقليص عدد الحكام المواسم القادمة في كل فئة أو في كل ليفل؟ يعني
keep the same number of games. لو بقي نفس العدد من المباريات وإذا كان علينا أن نبحث عن الجودة فلا بد أن نقلل عدد الحكام. ألا تخشى من ثورة الحكام أو غضب الحكام؟ هناك من هيتضرر من هذا التقليص. How many clubs, how many players we have? كم عدد اللاعبين الموجودين في كل نادي؟ 35. How about 25, 28 depend how many goalkeepers or. كم عدد الحراس المرمى؟ لنقل 30 لاعبا كحد أقصى. How many games? كم مباراة يلعبون في الموسم؟ 20, 30, 40. And the referees, maximum والحكام 15-16 مباراة. So in 10 months, إذن في 10 شهور 1.6 كمتوسط لا يمكن أن نجعل الحكم موجودا. إذن علينا أن نحدد ما نريد. ما الذي نريده؟ هل نريد الجودة؟ هل نريد التميز؟ علينا أن يكون لدينا الأفضل. أنت تعتبر أن الحكم المصنف الأول لإدارة مباريات في دوري النيل إذا قام بإدارة مباراة في القسم الثاني هذا تراجع له؟ We have in the League Cup 49 games and we have in Egypt Cup about لازال يذكر العدد الأرقام الكبيرة الموجودة في الدوريات المختلفة وأقول أنه لابد أن يكون هناك متوسط الحكام متوسط لاعب الحكام للمباريات ما بين 10-18 مباراة لابد أن يكون هناك توازنات غير ذلك لا توجد معجزات هذا ما أريد أن أقوله. سألتك هل إذا قام حكم في الفئة الأولى أو في التصنيف الأول بإدارة مباراة في القسم الثاني هل ده معناه أن ده تراجع في رأيك في أدائه سيتسبب في تراجع أدائه؟ We don't have category A. We have category one. لدينا الفئة واحد. We have category one development. لدينا الفئة واحد تطوير ثم الفئة اثنين ثم الفئة ثلاثة كل فئة تحكم الفئة أو الدرجة المخصصة لها مثل الأندية الأندية التي تلعب في دوري نايل لا تلعب في درجة المحترفين والعكس صحيح مثل الحكام الآن منظومة الحكام هي متوافقة مع منظومة تنظيم كرة القدم. هل تواجه أزمة في مستحقات الحكام خصوصا بتطلع تصرح أحيانا أن أزمة المستحقات انتهت تأخر المستحقات يعني ثم نفاجأ أن بعض الحكام بترسل تقول أنه يعني لا تزال قائمة؟ As far as I know, the payment بحسب علمي for the Nile League بالنسبة لدوري نايل are ready to be paid. المستحقات جاهزة من مستوى لجنة الحكام نحن نرسل للإدارة all payments, كل المدفوعات أو ما يجب دفعه كل حسب ما يستحق وتم الاتفاق بيننا وبين الاتحاد واتحاد الأندية أنه سيتم الدفع بناء بشكل شهري وكما أعلم الأمور تجري بهذا السياق حسب علمي. هل سألت الحكام نفسهم؟ No, that's information I got. هذه المعلومات هي التي تلقيتها ولم أتلقى أي معلومات من أي حكام. إذا أراد الحكام أن يتحدثوا مع صحفيين بدلا من التحدث مع رئيس اللجنة فهذا ما يختاره الحكام. مستر بيريرا
قرارك بعدم الاستعانة بالحكام الأجانب لقى ترحيب الحقيقة في الوسط الكرة القدم، هل لازلت مصر عليه؟ خصوصا ان السوبر المصري هيقام في الامارات وتوقعنا حكام غير مصريين، ثم علمنا ان انت اصريت ان الحكام المصريين هم اللي يديروا المباريات هناك. The Super Cup Final Four. كأس السوبر الأول. اسمح لي قبل الإجابة، إن كنت مستمتع معنا بالحديث، إحنا باقي الزوم 3-4 دقايق، نعيد الاتصال لربع ساعة أخرى إن كنت مستمتع معنا. إن لم تكن مستمتعا يعني إن لم تكن مستمتعا خلاص يعني ما نغلق الحوار عند هذه الإجابة. If I am enjoying what? هنعيد الاتصال بلزوم مرة أخرى إن كنت مستمتع بالحوار معنا. No, I am listening. هو مستمتع، أنا مستمع. إذا يعني بعد نهاية الوقت هنعيد الاتصال لربع ساعة أخرى. Okay, no problem. طب سنعيد الاتصال حالا بيك مرة أخرى. دقيقة واحدة. طيب احنا عندنا الشباب، لانه الحقيقة الراجل يعني بيتكلم بوضوح وبهدوء، وواضح ان ليه استراتيجية مع الحكام. هو بيقول انه طموحاته مع التحكيم ستظهر مع نهاية الموسم، من حقه انه ينتظر لنهاية الموسم. برضو في كل سؤال احنا بنبقى شايفين انه خاطئ الحكم يحكم قليل، هو شايف انه هو لازم الحكم يحكم في الليفل بتاعه عشان يفضل محافظ على الاداء بتاعه. وده امثلة حتى اللعيبة والاندية، وان ده موجود في الدول برة. والمستحقات قال انه هو الراجل بياخد المعلومات من البورد، من الناس بتاعة اتحاد الكورة بتقوله ان المستحقات دي تمام ودي تمام ودي تمام. والراجل قالك محدش يعني الحكام اذا كانت هتكلم الميديا تكلم رئيس اللجنة افضل، وده حاجة يعني هو مع حق فيها 100%. الحقيقة دايما الحكام مسار كلام كتير جدا عندنا هنا في مصر، وفي بعض الاحيان وفي بعض الـ 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 يعني المواقف اللي بتثير جدل داخل المباريات، في ممكن على الشاشات تختلف الاراء حتى بين الخبراء. يعني واحد يقول الكرة دي جون مش اوفسايد، واحد تاني يقول لا دي اوفسايد، ده واحد تاني يقول دي بنالتي، واحد تاني يقول لا مش بنالتي. فالاختلافات في التحكيم بالذات امر وارد جدا، وده موجود في العالم كله. ودايما بيقول ان نجاح التحكيم مش ان انت تمنع الاخطاء، مستحيل تمنع الاخطاء مهما تعمل، لكن نجاح التحكيم دايما بيبقى في ايه؟ في انك تقلل الاخطاء. وكل ما تقلل الاخطاء والحكم للناس للجمهور يعني اللي بيتابع الماتشات، اذا شاعر ان الموسم ده اخطاؤه اقل من الموسم اللي فات حتى الان، يبقى في نجاح حتى لو تقدم بسيط. اذا مش شاعر يبقى لسه الراجل عايز ياخد فرصته الى نهايه الموسم. عموما احنا في انتظار اعاده الاتصال مع مستر بيريرا رئيس لجنه الحكام المصريه، لانه الحقيقه الراجل احنا دايما بنتكلم عنه لكن ما بنسمعوش. يعني هو بيتكلمش، احنا طول الوقت احنا اللي بنتكلم، وطول الوقت احنا بننتقد، وطول الوقت بنسمع اراء المدربين فيهم، وبنسمع اراء اللاعبين فيهم، وبنسمع اراء الخبراء فيهم، وبنسمع اراء المسؤولين فيهم طول الوقت. واستوديوهات التحليل بتتكلم عن حكامه، لكن هو نفسه ما بيتكلمش. ولكن واضح ان عنده حاله من الرضا الى حد ما على عمله حتى الان. وفي نقطه مهمه قالها، انه ما حدش بيدخل في شغله خلاص. يعني وده حاجه مهمه، عشان برضو اذا حصل نجاح هو يستحق ان ينسب له، واذا ما حصلش نجاح هو برضه لازم ينسب له. احنا هنتأخر في الاتصال يا شباب. طيب لغاية ما نعود تاني للاتصال بمستر بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية، ممكن ناخد ربع ساعة او تلت ساعة كمان. خلونا لانه حوار مهم، يعني هو الراجل بيتكلم من المرات القليلة من يوم ما جه مصر بيتكلم، فمهم انه يتكلم. بيسمعنا الحكام، بيسمعنا الراي العام، بيسمعنا الانديه، بيسمعنا اللاعبين، لانه برضو من ضمن الاسئله احنا برضو عندنا افوره في التعامل مع الحكام برضو من الاجهزه الفنيه ومن اللاعبين بصراحه. يعني
يعني كل حكم النهارده يحسب قرار عايز يروح للفار لان الناس كلها تتلم عليه جون يجي الناس كلها تجري عايزه تجيب الكره من الشبكه التغيير يحصل اللعيب عايز يطلع طالما كسبان بيتدلع ومش عايز الحكم يكلمه لو كلمه تقوم خناقه يعني احنا برضو عندنا نوع من الانفلات برضو غريب جدا في ملاعبنا بصراحه يعني بصراحه يعني احنا ما بنساعدش كمان حكامنا بنشوف بره الناس بتساعد الحكام وبتلتزم بقرارات وبتبقى قرارات اعنف من كده مليون مره ومباريات اعنف من دي مليون مره اعنف يعني فنيا اقوى بكتير جدا وفيها حماس وفيها شغل وفيها اداء ما بنشوفش حاله شويه الفوضى اللي بتبقى عندنا دي عموما لغايه ما يجي لنا مستر بيريرا انا كنت بتكلم عن القصه بتاعت الزمالك وعقد الكابتن معتمد جمال خلاص اوكي بس ما نعرفش هل هو عقد مدير فني يعني مفيش مدير فني جاي لنهايه الموسم محتاجين توضيح من نادي الزمالك في القصه دي او هيجي مدرب اجنبي برضو انا مش عارف العقد ده قصته ايه. النهارده الاهلي اعلن عن قائمه كاس عن قائمه الماتش بتاع بكره وفيها حاجتين يعني خرج منها ماتش الشباب والازداد بكره وده ماتش مهم جدا 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 ولازم بكره الجمهور يكون متواجد بكثافه في هذه المباراه. المباراه ده بالنسبه للنادي الاهلي على فكره يعني لها قيمتين عاليين جدا. اول حاجه ان هي بتقربك جدا من التاهل للادوار الاقصائيه لدور الثمانيه يعني خلاص تبقى 7 بونت وشباب والازداد هو المنافس الاقرب ليك وعنده 3 بونت خسران الماتش اللي فات فانت عايز خسران من ميدياما الماتش اللي فات فرصيده متوقف عند 3 بونت كسب يانج افريكانز وميدياما 3 بونت خسر من الاهلي والاهلي 4 بونت طبعا كسب مباراه وتعادل مع يانج افريكانز كسب ميدياما الغاني وتعادل مع يانج افريكانز فالاهلي بكره يكسب يبقى 7 بونت وثبت المنافس بتاعه عند 3 ولغايه ما نشوف ميدياما ويانج افريكانز هيعملوا ايه. القايمه بكره فاستبعاد الاثنين كريم الدبيس الباك ليفت ودي تاني مره برضو تحصل بشكل احنا مش كناش متوقعينه كنا متوقعين انه ان كريم الدبيس يبقى موجود لانه رايح كمان في قائمه كاس العالم واستبعاد كمان اكرم توفيق لعدم الجاهزيه الفنيه حتى الان مع ان اكرم كان مستبعد في ماتش يانج افريكانز ما سافرش تنزانيا ودي للمباراه الثانيه على التوالي اكرم بيستبعد من القائمه الخاصه بالمباراه لكنه موجود في قائمه كاس العالم وكريم الدبيس برضو موجود في قائمة كاس العالم انما ممكن اقول انه يعني كريم الدبيس لو اتحط هتحط على حساب مين لانه كان حريص انه في قائمة الماتش يحط خالد عبد الفتاح تحسبا لاي شيء خاص بمحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم محمد عبد المنعم في القائمة وسليم يعني الراجل الحمد لله كان بيعمل تدريبات تأهلية لغاية امبارح انما خلاص اتمرن بشكل كامل مع الفريق امبارح وسليم 100% ياسر ابراهيم برضو كان عنده كدمة كده فوق الركبة الحمد لله سليم 100% واتمرن بشكل كامل امبارح والنهاردة واموره تمام ما عندوش اي مشاكل نهائيا والاتنين في القائمة لكن خالد عبد الفتاح وجوده مهم فخالد بقى عايز بديل ناحية اليمين شغال مكان هاني اذا حصل حاجة عايز بديل ناحية معلول شغال اذا حصل حاجه عايزه بديل في القلب سردباك شغال ودي ميزه خالد عبد الفتاح مع مارسيل كولر انما هو خرج كريم الدبيس علشان خاطر يبقى موجود جوه القايمه واحد زي عمرو السليه عايز يديله الماتش التاني على التوالي ويجهزه لكاس العالم للانديه ما هيخرج مين ومودست موجود لانه لازم يديله مباراه او جزء من مباراه قبل ما يروح لمعمعه كاس العالم للانديه الباقي كله ما ينفعش يخرج يعني مش الشناوي وشوبير مصطفى شوبير وحمزه علاء 3 حراس مرمى علي معلول محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم رامي ربيع محمد هاني كريم فؤاد ضيف اليوم خالد عبد الفتاح نص الملعب مروان واليو ديانج وامام عاشور وكوكا وقفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومع معمر السليه في الهجوم عندك بيرستاو وانتوني مودست وكهربا لو قلت لك شيل اتنين حط مكانهم كريم الدبيس وحط مكانهم اكرم توفيق اللي انت يا شبانه بتعلق هم ليه بره القايمه انا مش هعرف برضو عشان تبقى برضو نعترف ان الاختيار الى حد ما لوجيك يعني مين هيدخل اكرم يخش مكان مين هتشيل مين
لان خالد عبد الفتاح وجوده ضروري جدا 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 في هذه المباراه، لانه هيبقى هو الذي يعوض لا قدر الله حصل اي حاجه في مركز السرداب، مع ان في ثالث اللي هو رامي ربيعه مع ياسر ابراهيم مع محمد عبد المنعم، بس وجوده مهم لان هو يقدر يقدر يعوض اي مكان في المراكز الثلاثه بتاعت الخط الخلفي سواء ناحيه اليمين او الشمال او في قلب خط الظهر. عندك 11 خرجوا من القايمه بجانب اكرم توفيق وكريم الدبيس، عندك صلاح محسن خرجوا من القايمه، هم خارجين اصلا من قايمه كاس العالم، وعندك احمد عبد القادر خارج برضو من قائمه كاس العالم، عندك مصطفى مخلوف طبعا كده كده بره بعد الثلاثه اللي موجودين في حراسه المرمى، محمود متولي لسه عنده، الدكتور احمد جاب الله امبارح طمنا قال لك قدامه 6-7 ايام فقط ويبقى سليم 100%، عشان الناس اللي بتتكلم على متولي هنشوف، الدكتور جاب الله قال الكلام ده غير صحيح، هيبقى جاهز 100% بالكتير 5-6-7 ايام. معتز محمد طبعا ناشئ بيتجهز، كريم ندفد لاسباب فنيه بقى سليم خلاص رجع من اصابته سليم، عندك بقى رضا سليم وعندك كريستو وزعلوك كل دول لاسباب فنيه. الحقيقه النهارده مارسيل كولر عمل مؤتمر صحفي، انا ما اعرفش هل ندخل في المؤتمر الصحفي ولا هنجيب بريرا تاني، لان احنا عندنا كلام كتير محتاجين نتكلم فيه. هو الراجل اتكلم عن المباراه بتاعت بكره هو الشناوي كلام ايجابي، وقبل ما اقول ادخل في كلام مستر كولر ومحمد الشناوي الحارس المرمى الكبير للنادي الاهلي، لازم الجمهور بكره يبقى موجود بكثافه في المباراه دي، قلت لكم مستين ان انت تكسب فتبقى تقرب، الميزه الثانيه ان انت تروح كاس العالم وفي بطنك بطيخه صيفي، ليه؟ تخيلوا كل الانديه اللي هتلعب في كاس العالم خسرانه الاسبوع ده، فاحنا عايزين نقول الا الاهلي، احنا عايزين نقول كده كل الانديه خسرانه، يعني السيتي خسر من استون فيلا، مانشستر سيتي، اتحاد جده النهارده خسر من ضمك اللي فيه طارق حامد 3-1، وطارق حامد كمان جايب جول، الواد اسمه ايه الوينج بتاعهم المهاجم الكاميروني ده جايب جولين وطارق حامد جايب جول، خلص 3-1. بتتكلم في لومينينسي ده بتاع البرازيل خسران هو كمان من فريق اسمه جريميو 3-2، بجول طارق حامد اهو. اوكلاند سيتي خسران برضو من فريق اسمه ويلينجتون، تخيلوا. اوراوا حتى بتاع اليابان خسران من فريق اسمه هانوي ويخرج من دوري ابطال اسيا. انت بتتكلم في كل يعني كل الانديه تقريبا اللي بتشارك النادي لسه ايه يا جماعه في كاس العالم للانديه، انا مش فاكر عندنا ايه تاني في كاس العالم للانديه، متهيألي انا قلت كل الانديه بتاعت كاس العالم للانديه، يعني مش قدامي الورق مش فاكر. فانت كل ال الناس او الانديه اللي هتلعب في كاس العالم للانديه خسرت الاسبوع ده، عايزين نقول بقى ايه الا الاهلي، يبقى داخل كاس العالم للانديه كسبان شباب بوليسداد فبروح معنويه مرتفعه جدا ان شاء الله، ويستطيع ان هو يحقق المراد. المراد اتحاد جده هيلعب يوم الثلاثاء افتتاح البطولة مع اوكلاند سيتي، متوقع ان اتحاد جدة يكسب، بيجهز في الفرقة بيجهز في الفرقة، النهاردة صدمة الخسارة دي صدمة، الناس مش مصدقة في جمهور اتحاد جدة مش مصدقة، صدمة كبيرة جدا. فخسروا النهاردة 3-1 وهيلعبوا يوم الثلاث مع اوكلاند سيتي، هيقابلوا الاهلي الجمعة الجاي، رهاناتنا وتفاؤلنا مبني على ان الاهلي يستطيع يتخطى هذه المباراه، وبكره هتكون الرساله القويه اللي هتقدم لاتحاد جده عبر فريق شباب بوليسداد ان شاء الله بفوز النادي الاهلي. رجع لنا تاني يا جماعه مستر بيريرا. مستر بيريرا اهلا بيك من جديد. ثانك يو. الحقيقه كل الاجابات اللي فاتت وضحت بنسبه كبيره، لكن خلينا اقول كنت بتكلم على الحكام الاجانب ورفضك للحكام الحكم الاجنبي واصرارك على الرفض، وحتى كاس السوبر كنا بنقول في الامارات توقعنا انه هيديرها حكام غير مصريين، فوجئنا بان اصرارك مستمر حتى في البطوله اللي مقامه خارج مصر. I am the chairman of Egyptian. انا رئيس لجنه الحكام المصريه. I trust
أنا أثق أثق في الحكام المصريين وأثق في نفسي وأثق في زملائي. هذه بطولة السوبر ذات الأربعة أندية وهي لأول مرة تلعب بهذه الطريقة والمسابقة الأولى من نوعها وهذا شيء مشوق جدا. هذه المباريات الأربعة ستلعب خارج مصر وستكون احتفالية كبيرة لكرة القدم واحتفالية كبيرة لمشجعي كرة القدم المصرية خارج مصر وسيكون احتفال وسيتكون فرصة للأندية لتظهر مدى جودتهم وجودة كرة القدم لدينا. في هذا السياق لا أعتقد أنه ليس من العقل أن لا يكون هناك حكام مصريين. نريد أن إذا كنا نريد للحكام المصريين أن يكونوا موجودين في المراحل الأخيرة في مسابقات الكاف والمسابقات العالمية ولا نجعلهم يحكمون مباريات بطولاتنا فإذا ليس لدينا حكام مصريين. إذا لدينا نحن حكام مصريين. الثلاثة نهائيات ثلاثة نهائيات بالمساعدين بالفار كانوا يحكمها حكام مصريين وبشكل جيد جدا وأنا على ثقة من أن كأس السوبر المقبل سيكون لدينا مرة أخرى أداء جيدا جدا بواسطة الحكام المصريين. لدينا وقد اخترنا بالفعل حكامنا من هم who are they and I have reduced now it's not time to announce I will announce ليس هذا الوقت الذي سأعلن فيه عن أسمائهم. أولا سأبلغ الحكام لأنهم لا يعرفون المباريات التي سيحكمونها ولن يكون من اللائق من جانبي أن أعلنهم عبر الإعلام قبل أن أبلغهم شخصيا ولكن في الوقت المناسب سيتم إبلاغ يعني تحدد حكام أتقب حكام المباريات الأربع four games نعم everything is كل شيء is decided. تم اتخاذ yes. قرار بشأنه نعم الأطقم كلها حكام مصريين كل المباريات دي مسألة محسومة okay. court official حكام الساحة المساعدين الاحتياطي الفار كلهم مصريين. هل معنى ذلك أن طوال فترة مستر بيريرا في التحكيم المصري لن يحكم حكم أجنبي أي مباراة؟ بما فيها مباريات القمة الأهلي والزمالك؟ الأهلي والزمالك هو ديربي كبير مثل ديربي البرتغال بنفيكا وسبورتينغ لشبونة مثل إسبانيا أتلتيكو وريال والإنتر وميلان في إيطاليا وديربيات أخرى كثيرة في إنجلترا وفرنسا. هناك حكام محليين يقومون بهذا في تلك البلدان لأن لديهم حكام جيدين واللجنة والأندية تثق في حكامها وأنا هنا أثق في حكامي والاتحاد يثق في حكامه ونحن نعمل بمنتهى الجدية لكي نزيد حكم نزيد عدد ساعات التدريب وفي انتظار الندوة الثانية خلال الموسم لكل الحكام من كل الفئات لأنه بدون العمل لن نتحسن. نريد أن نزيد عدد الساعات التي نعمل فيها مع حكامنا Debriefings
ونزيد عدد ساعات التلقين والمحاضرات وايضا الساعات التي نحددها لتلقي نتائج والتحليلات. هذا ليس من السهل ان يحدث وان تجمع كل الحكام وكل المساعدين معا في وقت واحد، لان ليس لدينا ايام فارغه او ايام يوجد بها وقت اقصد، واما هم منشغلين مع الحكام مع الأندية داخليا او خارجيا، ولكننا نعمل ونحاول ان نجد حلول. انا دائما نريد انا اريد ان نتحسن، نعمل بجد لكي نتحسن، وحكامنا يريدون ان يعملوا معا ويتحسنوا، وهذا هو هذه هي الطريقه. طيب انا الوقت كالعاده بيداهمنا، لكن هناك بعض الاسئله المتبقيه فارجو ان احنا نقولها ويبقى اجابات سريعه ايضا عليها، يعني عشان يبقى استوفينا كل شيء، عشان يبقى استوفينا كل حاجه. من هو الحكم اللي بيشوفه مستر بريرا الافضل في مصر الان؟ We have a very good group of referees. لدينا مجموعة جيدة جدا من الحكام. Our referees are performing well. يؤدون بشكل طيب. بالفعل ذكرت أسماء. لدينا ثلاثة حكام الآن في مشروع في بطولة أفريقيا لكرة القدم، ولدينا حكمين من الممكن أن يتم اختيارهم لكأس العالم. لدينا حكمين مساعدين ولدينا الفي آر، ولكن هناك حكام ليسوا موجودين داخل هذه وعاء الاختيار، ولكنهم حكام جيدين ويتحسنون. مش حابب يقول أسماء، مش حابب تقول أسماء. No, I already said that I'm speaking about directly with persons. We قلت have Amin Omar, أسماء معروف. وسأقول أمين عمر معروف البنا، الثلاثة مرشحون للتحكيم للتحكيم في كأس الأمم الأفريقية، وعاشور كفار. أحمد الغندور أدى قبل نهائي جيد جدا. لدينا أيضا محمود ناجي وهو يؤدي بشكل طيب جدا وهو صغير السن 35 عاما. الأسبوع الأخير كان هناك ثلاثة حكام صغار 33 عاما، الشواذي and إبراهيم إبراهيم وإبراهيم محمد، أدوا أداء طيبا جدا. هؤلاء الأفضل في مصر دلوقتي. دلوقتي أنا أتحدث بشكل عام، ولكن أقول أن لدينا مجموعة جيدة جدا من الحكام، لدينا توازن جيد جدا بين الحكام ذوي الخبرة الأكبر سنا والحكام صغار السن، ولكنهم واعدون ولديهم الموهبة. في بعض الحكام بعض الحكام زي الحنفي والصباح اشتكوا من بعد الرسوب انه في اللياقه البدنيه ان هم مش قادرين يعملوا اختبار جديد وياخدوا فرصه جديده، وان مستر بيريرا رافض الان اجراء اي اختبار اخر. It's not my refusal. هذا ليس رفض مني، ولكنه شيء مكتوب في التعليمات، والتعليمات معروفة للجميع. الكل لديه فرصتان لكي يؤدي اختبار قانون الكرة
ولو خسر أو لو فشل في ولم يحرز 60% فما فوق. الاختبار الثاني هو اختبار اللياقة البدنية وارنر، اختبار وارنر، وهذا ما نسميه هنا. ولديهم فرصة ثانية إذا فشلوا، الكل متاح له هذا. أما من يفشل مرتان فلن يمكنهم التحكيم. هذه هي تعليماتنا وهذه هي تعليمات الفيفا. هم فشلوا مرتين. نعم. إذا لنهاية الموسم مش موجودين في الملعب. Invited to be VAR specialist. ولكنهم سيتم دعوتهم لكي يكونوا متخصصين في VAR مثل محمود عاشور. هم الذين فشلوا كانوا ثلاثة أو رسبوا كانوا ثلاثة وتم دعوتهم لكي يعملوا كمتخصصين للفار، لأن بموجب الفار لأننا لابد أن يخوضوا هذا الاختبار البدني. نعم. هل ممكن أن نعقد مقارنة بين الحكم المصري والحكم البرتغالي بما ان انت توليت المهمة هناك وهنا؟ انا اعرف التحكيم في جميع انحاء العالم. كنت معلما، كنت في 6 كؤوس عالم، 2 as referee، 2 كحكم، 6 as instructor، و6 كمعلم، and 1 as assessor، و1 كمقيم. انا اعرف التحكيم في كل انحاء العالم. I am 20 years as انا لدي خبره ك 22 عاما كمقيم في اوروبا مع افضل الحكام في الساحه الدوليه في اوروبا. And if we compare، واذا قارنا the best بين أفضل الحكام في كل دولة، أنا أستطيع أن أقول لك بمنتهى الأمانة أن لدينا مستوى جيد جدا من التحكيم في مصر، وعلينا أن نراعي تلك الفوارق: الطقس، الملعب، مستوى الفرق، the culture of the football، ثقافة كرة القدم. If we look إذا نظرنا إلى the level itself، إلى المستوى نفسه، we have فإن لدينا في مصر level مستوى of جيد جدا من التحكيم. وإذا سألتني we need to improve، إذا أردنا أن نتحسن، yes. نعم، نريد، ينبغي أن نتحسن. There are basically 4 pillars. هناك أربعة أعمدة رئيسية: الأساس الفني، الثاني تأويل وتفسير القانون في الملعب، المستوى البدني علينا أن نتحسن من 10 إلى 13 الآن هناك حكام ينفذون يصلون إلى مستوى 13، ربما العام الماضي سنزيد إلى 14. إذن الثالث هو الأساس الذهني: كيف تتعامل مع الضغوط، كيف تدير تلك الضغوط والإجهاد، كيف يمكن اكتساب الثقة. والأساس الرابع هو الأساس الاجتماعي: كيف يمكن أن نتعامل مع اللاعبين ونتحدث معهم. إذن الحكم المصري من أفضل حكام العالم. أقول ذلك. What I said، ما قلت، and I repeat، وأكرر، the Egyptian أن الحكام أو التحكيم المصري في مستوى جيد، وهناك الكثير من الفرص للتحسن. وهذه هي رؤيتنا، ونريد أن نكون في القمة. على الأقل نريد أن نكون الأفضل. يعني ممكن في كأس العالم 2026 يكون في أطقم حكام مصرية؟ I believe so. أعتقد ذلك. مستر بيريرا، هل بالفعل
جئت الى مصر بترشيح من مستر فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، هكذا نشر وقت قدومك. كانت نشر كده وقت وصولك يعني. No, Mr. Victoria is the national coach. السيد فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني. أنا تم استدعائي بواسطة مجلس إدارة الاتحاد ووقعت عقد مع أفراد مع مسؤولي الاتحاد ومسؤولي عن كرة القدم. نعم السيد فيتوريا برتغالي وصديقي وهو حكم عظيم وهو مدير فني عظيم، ولكنه ليس مسؤولا عن التعاقد مع الحكام. يعني لم تتلقى منه اي اتصال قبل التعاقد او قبل او قبل الاتصال باتحاد الكره المصري؟ اني ام سوري فروم هو في ذلك وقت التعاقد؟ مستر فيتوريا I was invited تمت دعوتي بواسطة الاتحاد المصري لكرة القدم. تمام وصلت الإجابة. Like in other countries, when I was in Greece, عندما كنت في اليونان كنت أتحدث مع اللاعبين والمديرين الفنيين. Played there. كانوا أتحدث مع من هم موجودين هناك. الطبيعي أننا أنا أتحدث مع من هم من جنسياتي في تلك الأماكن لكي أتعرف على ما يحدث، ولكن العقد والدعوة والعقد وقع وتمت دعوتي بواسطة مسؤولي الاتحاد. مستر بيريرا تردد انه تم الاستعانة بيك من خلال وسطاء من نادي الزمالك للتواصل مع نادي سبورتنج لشبونة، واسمح لي اسأل هذا السؤال لانه تردد في الميديا عندنا بسبب ازمة بين نادي الزمالك ونادي سبورتنج لشبونة متسببة في ايقاف قيد اللاعبين في الزمالك. فهل لان انت برتغالي ولك علاقات في البرتغال ونادي سبورتنج لشبونة، هل بالفعل تواصل معك الزمالك للتوسط في هذا الشأن ام لا؟ واكيد سمعت الكلام ده، واكيد سمعت من اتقال هذا الكلام في الميديا. انا ليس لدي علاقة بسبورتنج لشبونة على الإطلاق، وليس لي أي علاقة بالزمالك. هذا غير معقول، هذا غير معقول. أنا لا يمكن أن يكون لي علاقات بأي نادي في البرتغال أو أي نادي في أي مكان. أنا خبير تحكيم وأعمل في التحكيم ولا أتدخل في أي موضوعات تتعلق بالأندية. إذن هذا عاري تماما عن الصحة. أمال بتشجع مين في البرتغال إذا كنت إذا كان سبورتنج لشبونة ما فيش علاقة؟ تشجع مين؟ سبورتنج أنا أشجع سبورتنج لشبونة، ولكن كمشجع كرة قدم، ولكن لا أتواصل مع أحد ولا أتحدث مع أحد. أنا حتى لا أذهب للمباريات، لأن قبل ذلك لم أذهب للمباريات لأنني كنت حكما لمدة 23 عاما. وبعد ذلك لم أذهب للمباريات لأنني كنت 10 سنوات رئيسا للجنة الحكام، فلا أذهب إلى المباريات ولم أذهب لمباريات سبورتنج لشبونة. وبعد ذلك 6 أو 7 سنوات كنت أعمل خارج البرتغال وبالتالي لا أشاهد سبورتنج. هذا السؤال أو هذه الإشاعة لا غير معقولة، انتشرت في الميديا يعني. What can I do?
ما الذي افعله؟ ما الذي تفعل الان بتوضح يعني هذا صحيح. هل بيعجبك لاعبين اذا كنت هتكلم بيريرا المهتم بالكوره او يعني كمشجع كوره في لاعبين في مصر بتتفرج عليهم بتقول فعلا اللعيبه دي يعني اداء فني عالي؟ أستطيع أن أقول أن كرة القدم في مصر تنافسية جدا، واللاعبين رائع عظماء، وكرة القدم هناك ثنائيات كبيرة في كرة القدم في مصر، تحديات كبيرة وهجمات وهجمات مضادة وحركات من الصندوق للصندوق، وهناك فرص كثيرة تصنع للتهديف. الأمر ليس سهلا، ليس من السهل أن تكون حكما في مصر لأن المباريات ليست سهل تحكيمها. إذن لدينا كرة قدم مشوقة، ولكن إذا سألتني سأقول أنني أنا سأقول كمشجع كرة قدم، كمشجع كرة قدم وليس رئيسا للجنة الحكام، أنا الذي لا أحبه هو الوقت الذي يضيعه اللاعبين وهم واقعون أرضا ادعاء للإصابة، حراس المرمى ينامون على أرضية الملعب، ونقضي وقت كثير جدا ولا نرى هذا أبدا في مباريات تنافسية أخرى، ولا نرى ذلك في أوروبا، ولا نرى ذلك في مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. إذا أردنا أن نحسن كرة القدم في مصر، وإذا سألتني في ذلك سأقول هذه الجزئية، لابد أن يكون الإيقاع أسرع والتوقف أقل. هل الحكم دور في ذلك أم القيادة الفنية في كل نادي؟ يعني يستطيع الحكم أنه هو يعني، ولا القيادة الفنية في كل نادي؟ أعطينا تعليمات فيما يتعلق بما يمكن أن نفعله. أزودنا عدد الدقائق التي تحتسب كوقت بدل ضائع في حالة سقوط الحراس، وزودنا الوقت بدل الضائع لمعالجة اللاعبين المصابين، والتوقيت الذي تحدث فيه التبديلات ودخول الأطقم الطبية، وحتى وقت التبديلات أزدناه. ولكن لا يمكن أن نفعل أكثر من ذلك. هذه الأشياء يمكن أن تفعلها الحكام من ناحية فنية تحكيمية. أما إذا أردتم أن تحسنوا كرة القدم فلابد أن يكون هناك تعاون واتفاقية شاملة مع المديرين الفنيين واللاعبين، لنقول لهم من فضلكم انهضوا والعبوا ولا تضيعوا وقتا، ولا تطلبوا من الطبيب أن ينزل إلى أرض الملعب إذا كنتم لا تحتاجونه. وأحد التقارير الأخيرة من أطقم الطبية في مصر هو أن 95% من الوقت الذي يضيع يكون بسبب، أو عفوا، إذا 95% من المرات التي تدخل فيها الأطقم الطبية 95% لا يكون اللاعب مصابا فعلا. وبالتالي إذا دي إحصائية يعني عملتها اللجنة، هل قدمت لمجلس الاتحاد، اتحاد الكوره المصري؟ No, it was public some time ago. تم نشرها منذ وقت طويل. هذه التقارير تنشر بشكل عام وليست سرا. مستر بيريرا، بشعورك ايه لما بتلاقي الحكم بيتعرض لانتقاد شديد من نادي لدرجة إصدار بيان ضده أو اتهامه في ذمته أو اتهامه في أنه بيلعب لنادي على حساب نادي؟ حدث ذلك مع الحكم أحمد الغندور، حدث مع الحكم أمين عمر، حدث مع في هذا الموسم أكتر من حكم.
كان مين مباراة المصري و حمادة القلاوي كان مباراة المصري وفاركو وفي أندية بتقوم بعمل ببيانات تشكك في حكم بعينه، ايه شعورك بتبقى ايه وتصرفك ايه؟ يعني بتعمل ايه الموقف ده بتواجهه ازاي؟ نحن لا نتفق ولا نوافق على مثل هذه البيانات، ولكن ما نقوله هو او ما يمكننا فعله هو ان نرسل هذه البيانات الى الاقسام المعنية للتعامل معها. لجنة الحكام هي لجنة تحكم، هناك لجنة للانضباط للأندية. هذه وأنا أفعله هو إرسال هذه البيانات إلى القسم المختص، ولكن بالطبع ما يمكن أن نطلبه هو الاحترام واللعب العادل أو اللعب النظيف. التحكيم ليس شيء مثالي، الحكام يخطئون، المديرين الفنيين يخطئون، اللاعبين يخطئون، الكل هم بشر والكل بشر، ولكن نحن نستحق الاحترام وهذا ما نطلبه. لم نرى أي إجراء لردع أي نادي بيتطاول على التحكيم، ده شيء بيضايقك؟ يعني بتعتبره مستغربه ولا مجرد انك قدمت للجهات الطلب فخلاص الموضوع بالنسبة لك منتهي؟ يمكننا فعله. ما علينا ان نفهمه هو ان الحكام على أرضية الملعب مثل القضاء. في المحاكم لا توجد كرة قدم بدون حكام، لا توجد كرة قدم جيدة بدون تحكيم جيد. من جانبنا ما نريده وما نعمل عليه هو بجدية، نعمل بجدية ودقة، هو أن نطور جودة الحكام. كرة القدم أو الحكام هم جزء من الاتحاد. مستر بريرا، هل تعاقب الحكم المخطئ؟ حتى إذا لم تعلن هذه العقوبة؟ هناك موقفان. العقوبة تكون بسبب قلة الاحترام أو الفشل في تطبيق أحد التعليمات، وهذه إجراءات انضباطية وهي مكتوبة في التعليمات. الجانب الآخر هو أننا نفكر فيها ونتحدث عنه هو العقوبة بسبب الأداء السيء. ولكن سؤالي هنا، نحن ندافع عن أداء الحكام. هل الحكام تتحسن؟ هل الحكام التي تتحسن تأخذ مباريات أكثر؟ إذا الحكام يؤدون بشكل سيء فإنهم الحكام الذين يؤدون بشكل سيء فإنهم لن يحكموا مباريات. لدي 43 حكم ولدي 9 مباريات في الأسبوع، من الذي سأعينه؟ لكن أعين من هم جيدين أم هم من هم سيئين؟ جيدين بالطبع. لكن لم تعاقب أي حكم بالإيقاف ولو سرا؟ ما نوع العقوبة؟ الحكام يعرفون المعايير. تمام. أخيرا مستر بيريرا، هل مستمر مع الكرة المصرية؟ يعني تشعر أن أنت بتقدم شيء والأجواء بتساعدك فترغب في الاستمرار، خصوصا أن التعاقد بينتهي بنهاية هذا الموسم
زي ما احنا عارفين. تركيزي الآن هو الاستمرار في العمل مع نفس التحفيز من اليوم الأول لليوم الأخير. هذا هو أسلوب عملي، أنفذ عملي بالتزام وكرامة وتفاؤل وتحفيز، سواء لنفسي أو لزملائي. لدينا وقت طويل حتى نهاية الموسم، وتركيزي الآن وتركيز كل زملائي على كل ذلك، لتطوير ونعمل بجدية ولنتحسن بعد كل مباراة ومع كل حكم. نعم، نعمل بجدية للنجاح كفريق، لزيادة المستوى العام والمستويات الفردية للحكام. هذا هو ما يحفزني. اخيرا يا مستر بيريرا، يعني قبل توجيه الشكر حاولت ان انا اكون اسال اسئله يعني الى حد ما متوازنه، واترك لك مساحه اكبر في الاجابه ليتعرف الرأي العام في كرة القدم عن شخصية مستر بيريرا وطريقة إدارته للتحكيم المصري. لكن عندي فضول أعرف، فضول مهني، إيه هي ركلة الجزاء اللي أخطأ فيها حكم، وإيه هي الكارت الأحمر؟ أنت قلت لي هناك خطأان فقط من وجهة نظرك اللي كانوا في التحكيم، إيه بقى الكارت الأحمر وايه ركلة الجزاء؟ نعم، ايه هما بقى ضربتين الجزاء وايه هو الكارت الاحمر؟ في الأسبوع الثاني أو الثالث. مبارتان، الأول كان أمين عمر، ماتش الزمالك والمقاولين، سري فاركوز أمين عمر والتاني حمادة القلاوي. exactly. الكارت الأحمر I don't remember now. تذكر الآن مباراة إيه؟ I foot in the which game of a player and the referee only give كانت ضربة بالقدم في الرقبة، ولكن الحكم أعطى إنذارا وليس كارت أحمر. كرة القدم لعبة سريعة، هذه المواقف تحدث. الآن ودائما أقول للحكم أن عليك أن تدرس كل موقف من مواقف المباراة وتتعلم منه، ونحلل الموقف بشكل أمين وواضح، والحكام يشرحون وجهة نظرهم، وهذه نقطة تعلم. المباراة القادمة قادمة ومعها فرص جديدة، وهذه هي الحياة. We have to understand علينا أن نفهم ذلك، أن الحكام ليسوا مثاليين، الكمال ليس هو، ولكن هذه طبائع الأمور، وعلينا أن نعمل من أجل أن نتحسن. أحسن حكم في العالم من وجهة نظر الخبير التحكيمي مستر بيريرا. As I told you, at the moment, في الوقت الحالي لو قلت أو سألتني من بانا and أديل are هو يتحدث عن الحكام المصريين مرة أخرى ويقول أن البنا ومحمد عادل هم الأفضل، لدينا أمين عمر ومعروف وأحمد الغندور وناجي، هم في المستوى الأفضل والأعلى. إذا كنت بتكلم على العالم من وجهة نظر أفضل حكم في العالم مش في مصر. First of all, because
يوجد أكثر من 300 حكم عالمي أو دولي. أنا لا أشاهد كل المباريات في كل أنحاء العالم، ولكن إذا سألتني في مسابقة ما، في كأس عالم ما، أو في وقت ما، ربما سأشاهد كل المباريات وسأقول لك. طب أكثر حكم بيعجبك من اللي بتتابعهم، من المباريات اللي بتتابعها؟ I was from one generation منذ جيل مضى أنا in Europe. After I was منذ جيل مضى أنا كنت واحد من أفضل الحكام في العالم، وكنت بعدها معلما لحكام عديدين في أوروبا. It's difficult to say. الأمر صعب. صعب أن نقول. لدينا حكام جيدين في أمريكا الجنوبية، وكرة القدم في أمريكا الجنوبية صعبة جدا. إذن نكتفي بأنك كنت في زمن ما أفضل حكم في العالم. مي يس يعني في وقت فات نكتفي بأن أنت في وقت فات كنت أفضل حكم في العالم. إذا كان فهم سؤالي أو إجابتي. In 2001, I was considered the fourth of, and in 2002, my last season, I was considered. أفضل. نعم. ولكن تلك كلها إحصائيات، ولكن أنا أحاول دائما أن أكون الحكم الأفضل. هذا شيء يسعدني في كل الأحوال. My life, I try to be as better as طوال حياتي أحاول دائما أن أتحسن على كل المستويات، على المستوى الفني والذهني والبدني والاجتماعي والمهاري والمهارات الإدارية، وعلى المستوى العائلي أنا أضحي، كنت أضحي بوقتي مع عائلي وحياتي الشخصية، كرست نفسي تماما بقدر الإمكان لتقديم. إذن لأن التحكيم هو شغفي وهو حياتي. مستر بيريرا أنا يعني سعيد جدا بهذا اللقاء، وأشكرك على إجاباتك على كل الأسئلة، وأتمنى أنك تكون استمتعت معي بالحوار. أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذا الوضع، ويثني على المترجم. وأنا كمان بأثني على المترجم، ونلتقي قريبا في مقابلة أخرى بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا سيد بيريرا رئيس لجنة الحكام في مصر. حوار طولنا، يمكن أخذنا ساعة، لأنه مجتمع التحكيم هو عنصر مهم جدا، كأننا بنتكلم عن عنصر اللاعبين، بنتكلم عن عنصر المدربين، عن عنصر البنية التحتية، أيضا الحكام عنصر رئيسي جدا في البث التلفزيوني، قبل ده كله كمان الحكام عنصر مهم جدا في إنجاح المسابقة. لازم أطلع فاصل، لكن عايز أقول لكم 3-4 أخبار بسرعة. كابتن محمود الخطيب كلف الكابتن خالد عبد القادر عضو مجلس إدارة شركة الكورة لإنهاء أي حكاية مع نادي إنبي فيما يخص حمدي فتحي ومستحقاته. نادي إنبي بيقول إن ليه مستحقات متأخرة تصل إلى 30 مليون جنيه، فكلف خالد عبد القادر هو يقوم بالكلام ده، عشان كمان في مفاوضات حتم لضم المهاجم أحمد أمين أوفا، فالأهلي عايز يبقى الموضوع كله يخلص برمته، سواء في الاتفاق مع أوفا أو في إنهاء أزمة مستحقات المتأخرة الإنبي في حمدي فتحي. إنبي بيقول إن ليه ما يقرب من 30 مليون جنيه بعد انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة القطري. هو كان لاعب في إنبي، انتقل للأهلي، عندهم بند خاص بالريسيل، إعادة البيع بجانب فلوس أخرى خاصة بالأهداف وتحقيق البطولات وكل الكلام ده. كمان في كلام إن الأهلي وصل عرضه مع مودرن فيوتشر، الكلام إن الأهلي عرض 8 مليون جنيه، ومودرن فيوتشر لشراء الست شهور المتبقية في عقده، ومودرن فيوتشر طالب معاه خالد عبد الفتاح. ده الكلام اللي العمال بيتقال حتى الان. عارفين ان عمر كمال عبد الواحد كمان مستر كولر طلبه بقوه
يعني مؤمن بقدراته جدا وعايزه جدا. كابتن خالد بيبو نبه على كل المستبعدين من قائمة كاس العالم، قال البعثة هتصطحبهم السفر، هم بكرة الماتش ان شاء الله باذن الله الاهلي يحقق انتصار كبير وباذن الله يبقى داعم كبير جدا هذا الانتصار ليهم، لكن بعدها يبقى في اجازة سبت وحد، يوم الاثنين هيتمرنوا ثم على متن طائرة خاصة يطلعوا على جدة. البعثة برئاسة المهندس خالد مرتجي امين الصندوق وعدد كبير من الاعضاء مجلس الادارة وطبعا الكابتن محمود الخطيب وزملائنا الاعلاميين والاداريين كل الناس، لان طبعا بطولة كبيرة. وقال انه اي حد من حتى المستبعدين هيستخدم السوشيال ميديا في اي حاجة العقوبة مش بس 400 قد تصل الى 500,000 جنيه، نص مليون جنيه مفيهاش هزار. يعني في كلام بيتردد في الزمالك انه ناصر ماهر اتم اتفاقه مع الزمالك لكن في نهاية الموسم، ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر في نهاية الموسم مش دلوقتي، و مش بس عشان ايقاف القيد، كمان ناصر ماهر في النادي محتاجه في الكونفدرالية الافريقية دلوقتي نادي مودرن فيوتشر، والزمالك كمان مش هيستفيد منه في البطولة الافريقية لانه الاتنين بيلعبوا في بطولة واحدة. لكن الكلام انه في اتفاق شبه مبدئي معاه ثم يتم التفاوض مع نادي مع نهاية هذا الموسم. البنك الاهلي كمان الزمالك عرض قطع اعارة اسامة فيصل مهاجم البنك الاهلي، البنك الاهلي رفض تماما، قال لك انا عايز حد يعني، يعني عايز حد يجي يشيل معايا. البنك الاهلي على فكرة النادي الوحيد في الدوري اللي من 8 ماتشات خسران 7، يعني دي حاجة صعبة جدا، فرفض تماما البنك الاهلي مجرد التفكير حتى في قطع اعارة اسامة فيصل. نفس الكلام برضو مودرن فيوتشر رافض حتى الدخول في اي تفاوض مع الزمالك فيما يخص جنش. تعرف الزمالك بيبص على لعيبته، ما جنش كان عنده اسمه اسامة فيصل كان عنده، حمدي علاء في سموحة كان عنده، الزمالك بيبص للعيبة بتاعته اللي ممكن تكون موجودة خارج النادي دلوقتي او في اعراض في اندية اخرى. كمان الزمالك في كلام سري جوه، فرصة استمرار محمد عبد الغني مع الزمالك صعبة جدا بنهاية هذا الموسم، ربما يكون هذا هو الموسم الأخير لمحمد عبد الغني سيرد باك نادي الزمالك اللي بينتهي عقده بنهاية هذا الموسم مع عدد من النجوم زي شيكابالا زي يوسف أوباما زي عدد كبير، محمود علاء، أسماء كتير الحقيقة زي فتوح صبحي، كل دي أسماء عودة بتنتهي. بس الكلام جوه الكواليس في الزمالك إنه ممكن عبد الغني ما يبقاش عنده فرصة، وانا على فكرة بقول لعبد الغني اهو يا ما تقال والكورة فيها متغيرات في بص في شهر، يعني يا ما تقال وامثلة كتير في الاهلي والزمالك واخر سنتين هتلاقي امثلة كتير على لعيبة لازم تمشي ثم تبقى من نجوم الفرقة. فالكلام ده الكرة في ملعبك ممكن تفاجأة تتألق وتتميز ويبقى ليك دور في الكونفدرالية وتشتغل وتكسب وتبقى مساهم وإيجابي جدا، فتبص تلاقي في نهاية الموسم الزمالك بيجدد لك. حصل ده مع ياسر إبراهيم وحصل ده مع ربيعة وحصل ده مع حسين الشحات ومع كل الناس في الأهلي اللي جددت السنة دي بعد تألقهم الموسم اللي فات. قبل بداية الموسم لو سألت أي حد يقول لك معرفش هيجددوا ولا مش هيجددوا، مجرد ما تألقوا الأهلي حقق البطولات حقهم خلاص. فالكلام كده، لكن عبد الغني كورة في ملعبك، هل هتغير هذا الكلام ولا مش هتغير هذا الكلام؟ الكرة في النهاية في ملعب حسين الشحات. خلوني أطلع فاصل ونتابع بعض التقارير، بعد الفاصل هيكون معنا نجمينا كابتن سيد معوض وكابتن أحمد عيد عبد الملك. أهلا بكم من جديد، بيسعدني أن يشاركني في هذه الفقرة نجومنا كابتن أحمد عيد عبد الملك. يا مساء الفل. مساء الفل، زي كابتن أحمد؟ الحمد لله. سبت عندك مع الزمالك السبت سجرادة، فاعتقد فوز الزمالك السبت اتأهل، الموضوع هيسهل بشكل كبير ويستني نقطة مثلا ويحط لا ويحطك بقى خلاص بعيد عن الحسابات، انت على رأس المجموعة زي ما قلت هيحطك على رأس المجموعة من بدري، وتقدر الماتشات اللي بعد كده لو في ضغط ماتشات عايز عندك تجرب عايز تبقى عندك اريحية يبقى عندك اريحية يعني. فاللعيبة لازم تبقى فاهمة ان السبت الموضوع ممكن يبقى وينهي والماتش يبقى انا شايف اللي هو في المتناول على ملعبك، اي فرقة اصلا عموما شايف اي الماتش التاني بره انا شايف اي فرقة عموما يعني في في المجموعة مع الزمالك هتلعب في مصر هتلعب بره مصر، الطبيعي الزمالك
يكسب لا يكسب. يعني اقصد ان تبقى انت كده قفلت التسع نقط خلاص التسع نقط اه بالنسبه لك والماتش اللي هناك هيبقى الامور مريحه اكتر شويه وتبقى رايح تلعب كوره بس مش هتبقى مضغوط اكتر يعني. تمام كابتن سيد معوض مساء الفل. مساء الفل. مقولتك دايما تلعب في مصر اكسب ماتشاتك ثم بره شوف الظروف تمشي ازاي. ده تنطبق على الاهلي بكره ده شاب بورسديت اكيد يعني هو اكسب الثلاث ماتشات اللي على ملعبك وتاخد نقطه او نقطتين بره ملعبك. بتتكلم بالخبره الافريقيه دلوقتي اه هتصعد اول او تاني المجموعه مضمونه بالنسبه اول او تاني مش فارقه اه مش فارقه ما الاهلي كده في قرعه وكده كده والاهلي معظم البطولات اللي خدها كان تاني المجموعه يعني 90% من البطولات اللي خدها النادي الاهلي انما النقطه ماتش على ملعبك قبل السفر لكاس العالم للانديه دي نقطه مهمه جدا ان انت تروح بمعنويات كويسه والنقطة الأهم برضو يعني إن شاء الله اللعيبة كلها تخرج سليمة ما حدش يتعور وده يدخلنا في قصة أتمنى إن تحافظ على عبد المنعم ما تجازفش بيه يعني برضو يبدأ اه يعني حتى لو هو في القايمة حتى لو نزل التمرين يعني خليه برضو لأن أنت المكان ده ما عندكش فيه عدد يعني في أماكن ما عندكش فيها عدد ومش هتلاقي لعيب بقيمة عبد المنعم يلعب معاك كأس العالم فالأهم دلوقتي كأس العالم وبعدين ماتش على ملعبك ماتش بلوزداد على ملعبك مش ماتش أتوقع ما يبدأش بيه بكرة؟ أتمنى إن هو ما يبدأش بيه بأمانة يعني تمني ولا توقع؟ لا تمني ما ممكن يبدأ يعني كولر اه بس يعني حاجة مش هتبقى مضمونة بنسبة 100% بأمانة يعني حتى لو الدكتور قال إنه سليم 100% حتى لو سليم ما عادي أصل ده ماتش على ملعبك خلي بالك تعرف لو ماتش بره ملعبك أقول لك عليك ضغط فلازم السردباكين بتوعك يبقوا جامدين جدا إنما أظن ماتش على ملعبك يعني الضغط هيبقى عليك قليل شوية فعادي ممكن ياسر ورامي يكونوا موجودين يعني ممكن حتى خلي عبد الفتاح يكون موجود أنا بشوف أمر طبيعي يعني أنت برضو خلي بالك لازم يبقى فكرك لبعد كده لا قدر الله لو في لعيب غاب تقدر تعوضه بحد تاني وهيبقى عندك اسبوع بعد الماتش ده لغايه كاس العالم اه طبعا فيقدر يتعافى براحته ويقدر تشتغل عليه براحته وهو كده كده يعني عبد المنعم مش هيتاثر بدنيا حتى بغيابه عن الماتش ده بالعكس يعني هتريحه افضل بكتير كابتن احمد عيد نبدا بالاهلي وبلوزداد لان الماتش بكره ماتش صعب على الاهلي هو اي ماتش في المجموعه دلوقتي لا دايما لما بنقول بتواجه فريق من شمال افريقيا الناس بتبص للماتش بطريقه مختلفه اصعب من فرق هو بطل الدوري هناك اصعب من فرق اللي هي بتبقى الفرق الافريقيه عموما غير شمال افريقيا بيبقوا متمرسين شويه وعندهم حته اللي هم بيلعبوا تحت الضغط الجماهيري بشكل كويس وبيقدروا زي ما يقولوا بيسيروا الماتشات زي ما هم عايزين وفرقه من الفرق المحترمه بقالهم سنتين ماشيين بشكل كويس انا شايف ان هم يعني عاملين اداء كويس برضو في السنتين اللي فاتت سواء في البطوله سواء في الدوري هو بطل دوري ومستقرين النادي مستقر الماتش مش هيبقى سهل وفي نفس الوقت الاهلي ممكن يسهل الدنيا على نفسه من بدري يقدر كمان في لو في حضور جماهيري احنا شفنا الفترات اللي فاتت مسموح 30,000 مسموح 30,000 عدد كبير يعني انا لسه بكلمك شفنا الماتشات اللي فاتت خصوصا ماتشات الاهلي ما كانش فيه عدد كبير جماهيري وعشان كده الناس او الاداره او الصفحات على السوشيال ميديا والناس عملوا اوتوبيسات بيناشدوا الاداره الاداره بتناشد الجمهور اللي هو يبقى موجود والجمهور الطبيعي هو اللي بيجيب الماتشات ديت بشكل اكبر يعني بيحط الفرق اللي بتلعبها ماتشات افريقيا بالذات ماتشات افريقيا طبعا انت لازم اي فرقه بتبقى جايه بتلعبك تبقى حاسه بنبض الجمهور في المدرج ده بيفرق كتير جدا مع اي فرقه على ملعبها وخصوصا كمان انت بتبقى بروفة اخيره للاهلي قبل ما يسافر دي بقى مهمه للاهلي نفسه او للتيم نفسه انك تكسب وتختار التاهل وفي نفس الوقت معنويا بتروح كاس العالم وانت رايح البطوله وانت فايق وكمان يبقى عندك كمان تبقى طالع من الماتش انا متفق مع سيد طبعا في حته اللي هو عدم المجازفه بمحمد عبد المنعم في الماتش ده بشكل كبير ممكن تاثر عليه لو هو لسه ما عادش استشفيته 100% ممكن تأثر عليه وتأخره في البطولة يعني ديت برضو حاجة تأثير سلبي لعبد المنعم والأهلي يعني مش في حمل اللي هو يعني محمد عبد المنعم من الركائز الأساسية في البطولة في دفاع الأهلي طبعا في دفاع الأهلي في البطولة طبعا. نفسها كمان يعني أنت لو خسرته في البطولة هيبقى عندك مشكلة كبيرة جدا طب كابتن سيد من صفات كولر عدم المغامرة برضو يعني هو مش مغامر ومن صفاته اللي بيستنى على اللعيب تماما فدي
ممكن فعلا يدفع يعني معنا. انا شايف ان ممكن احتمال كبير لان هو عودنا اي لعيب بيرجع من اصابه بيديله وقت شويه بس هو عبد المنعم ممكن عشان اصابه قريبه فما عداش الا ماتش واحد وثلاث اربع ايام فممكن دي يبقى ليها استثناء بس انا بقول لك انا اتمنى ان هو ما يعملش كده يعني يمشي بنفس الطريقه اللي بيمشي بيها من اول ما جه النادي الاهلي ان انت تصبر على اللعيب وتاكد منه بنسبه 100% وخصوصا ان هي مباراه في دوري المجموعات على ملعبك يعني مش مباراة مثلا النادي الاهلي مش فاصلة ولا حاسمة يعني ولا لازم بره ملعبك يعني لازم يكسبها او لازم يحقق نتيجة ايجابية وكده كده ومعاك على الدكة جنبك يعني والمدافع يعني او السيرد باك في ماتش زي ده مش في احتياج يعني لو فرود هقول لك ممكن انت عايز تكسبه على ملعبك فالامور فيها ان انت تجازف بيه شوية انما انا شايف طب تتوقع تغييرات في التشكيل يعني ولا خلاص انا كنت عامل رهان وعامل على الصفحة انه كولر مش هيعمل الروتيشن بهذا الشكل مرة اخرى الفترة اللي جاية لا وانا برضو معاك يعني هو مش هيعمل روتيشن خلاص مش كده وخصوصا الماتش ده يعني برضو في وقت للماتش اللي بعده يعني في اسبوع فانا شايف ان الامور قريبة عادي ان انت تلعب محتاج تريح مش محتاج تريح الا المكانين بس فيهم كلام عبد المنعم اذا اعتبرنا للاصابه هو عبد المنعم ما كانش موجود الماتش اللي فات يعني اذا اعتبرت يعني كتشكيل اساسي يعني وفي نص الملعب قفشه او امام ولا انت شايف امام ولا انت شايف قفشه جنب اليو ديانج ومروان هو الطبيعي ان انت لما بيحصل مثلا لعيب مش موفق او مش في حالته وبدلته بحد ومش كويس فانت بتبدا باللي نهى فالطبيعي يعني قفشه اللي يبدا بكره اعتقد يعني هو هيبدا بقفشه وامام يبقى معاه بره الا اذا بقى انت قفشه وامام ومروان او اليو لا يعني قفشه وامام قفشه واليو ومروان زي ما لعب بس هيطلع امام بره انما في بعض الحالات انت بتفكر تفكير تاني بقى انا ممكن عايز افوق لعيب فتدي فاديله تاني اديله تاني كمان على امام عشان افوقه فاديله تاني عشان ادخله البطوله برضو بشكل كويس لو انت المدرب تعمل ايه لا لو انا مدرب طالما لعيب نزل وعمل اضافه للفرقه ونهى بشكل كويس فهو اللي يبدا يكمل طبعا طب التشكيل ممكن تقوله لنا يعني الشناوي ياسر ورامي هاني معلول مروان واليو ديانج وقفشه حسين الشحاب برضو وبيرسيتاو وكهربا ده التشكيل اللي النادي الاهلي المناسب بالنسبه له وخلي بالك التشكيل ده ياما فترات مشي بيه كويس النادي الاهلي وكسب بيه مكاسب كبيره حسين مش في افضل حالاته دلوقتي بس هي برضو المنافسين بتوعه في المكان هم مش في افضل حالاته يعني ما وصلوش لدرجه ان هم يلعبوا على حسين دلوقتي لا وغير عبد القادر كده كده بره قايمه بكره رضا سليم كده كده مصاب انا بتكلم على طاهر مفيش غير طاهر يعني وكريستو حتى بره لا وانت بتفكر برضو بتلعب كريم كريم فؤاد في الحته دي يعني شمال يعني انت ممكن بتعكسها لعبوا على فكره فهي النقطه يعني شايف التشكيل ده بدايتك تبقى كويسه ونفس الكلام معاك ورقه قويه بره زي التغييرات اللي حصلت الماتش اللي فات انت التغييرات الماتش اللي فات الشوط الثاني قلبت الماتش بالنسبه لك بنسبه 100% يعني بقيت بتروح وبتروح بفرص كتيره ضيعت فرص بس انت كان عندك محاولات كتيره جدا اللعيبه اللي نزلت طاهر من افضل الماتشات اللي لعبها مع النادي الاهلي المباراه اللي فاتت كريم نزل بشكل كويس قفشه ما انا شايف ان وجود الشوط الثاني فرق مع النادي الاهلي بس النقطه المهمه الاستمراريه يعني هي النقطه بتاعت قفشه اللي بتخلي الراجل يلعبه ماتش ويقعده ماتش يعني هو بيروح منزله مثلا الشوط الثاني فقفشه يعمل ماتش كويس جدا يروح مديله اللي بعده يلاقيه قل فيروح مقعده تاني فهي النقطه قفشه نفسه لازم يبقى بكره مثلا لو بدا لازم نفس الاداء اللي عمله الشوط الثاني ان انت بتوصل المهاجمين ان انت بتعمل استحواذ للفرقه بشكل جيد بتبقى موجود تحت الكره في كل الاماكن ماتشنج افريكانز عمل كده الشوط الثاني انا بقول لك 45 دقيقه من ال 45 دقيقه الكويسين لقفشه بس هي الاستمراريه ما دي حصلت قبل كده في ماتشات كتيره جدا الراجل بيعمل تغيير مثلا لقفشه الشوط الثاني وبعد كده يجي يبداوا الماتش اللي بعده فما يلاقوش موجود فالنقطة الأهم قفشه لو عايز يبدأ في كأس العالم يعني ماتش بكرة لو بدأ لازم يبقى من العناصر المتألقة عشان خلي بالك ماتش بكرة تأكيد لبعض اللعيبة يعني في ركائز أساسية ما كده كده الأداء مش ومعلول وإليو ديانج ومروان وكهربا إنما في بعض الأماكن اللي فيها لغط شوية يعني محتاجة اللعيب نفسه يدوس أنا كويس
انا كويس، انا حالتي كويس، انا استاهل عشان المكان ده يبقى بتاعه. طب استغربت يا كابتن احمد في القائمه لما لقيت مثلا كريم الدبيس بره، ودي تاني مره في ماتشين ثلاثه، اكرم توفيق تاني ماتش على التوالي بره، ولا برضه انا قلت كده برضه لما بصيت لقيتهم بره، بعد رجعت تاني بصيت على القائمه قلت طب يخش مكان مين؟ يعني ممكن اكرم يخش مكان مين، او ممكن كريم الدبيس يخش مكان مين، لانه مجبر على خالد عبد الفتاح في ظل برضه قلقه من اصابه عبد المنعم والكدمه اللي راجع منها ياسر ابراهيم، فيبقى خالد عبد الفتاح موجود وممكن يؤدي دور كريم الدبيس لو احتاج ناحيه الشمال حد. بس انت لو احتاجت حد وعايز يدعم عمرو السوليه، انت عايز تحط حد يعمل جبهه هجوميه، طيب عشان الماتش على ملعبك، الماتش على ملعبك، وانت الطبيعي اصلا هو انا شايف ان الدبيس من اللعيبه الكويسه، ولما لعب كويس انا وجهه نظر يعني اللي انا شفته، ولعب كويس، عنده كروس كويس، جريء، الحاجات دي كلها موجوده فيه. غريبه انت اصلا كنت بتحطه في بعض الاوقات اساسي، انت ممكن مثلا لو في غياب معلول، في غياب معلول كان هو معلول مش موجود، اقدر الله حصل له حاجه، ولا مش معاك، مش معاك الماتش اللي جاي مثلا حصل فيه اي حاجه، هتلاقي نفسك بتدخله تاني من يعني بتجيب كريم الدبيز من بره وبتبدا بيه الماتش، فهيبقى برده الموضوع غير انت بتبعده تقربه قوي ويلعب، وبعدين مره واحده تبعده. نفس الفكره اكرم توفيق، انت ممكن تروح تلاقي في كاس العالم اكرم توفيق مثلا بادئ الماتش او بيلعب من البدايه، لو هو مثلا عايز يعمل الجيم دفاعي ولا حاجه في بعض الماتشات ممكن تلاقيه مقربه جدا، هو بيبعد عنه او بيفقده الثقه شويه، وبعد كده بيدخله الماتشات ديت. انا شايف اللي هي مش احسن حاجه بالنسبه للعيبه اللي هي المفروض تبقى قريبه، لكن هي هما الاثنين لعيبه شايف اللي هما من اللعيبه المهمه اللي كانوا ممكن يبقوا موجودين برضو في برضو مكان مين يعني عمرو السولية الراجل عايز يجهزه، فاداله الثاني ماتش على التوالي بيحطه في القايم، ما هيمشي هيدخل مكان مين؟ انت يدخل مكان مين كابتن سيد لو دخل كريم الدبيس؟ ما هو انت برضو انت هيبقى عندك ثلاثة لعيبة نص ملعب، يعني في الملعب هتبقى حاطط ثلاثة لعيبة نص ملعب بره، السولية وامام وكوكا مثلا وثلاثة بادئين، ممكن اي حد فيهم يخش بدل على الاقل الباك ليفت او السولية انت مثلا انت كوكا ما بتستخدموش اصلا، ما بتلعبوش الفترات اللي فاتت خالص، ما هو الاولى اللي انت تحط باك ليفت، او ممكن يكون هو بيفكر في كوكا حط باك ليفت، يعني دي برضو دي برضو حاجه بتاعته، بس هو انا يعني وجهه نظري اللي هو كان مثلا كريم كان يدخل كريم يبقى موجود حتى لو كان كوكا او خالد عبد الفتاح يعني دول الاسمين تحديدا. انا خلي بالك برضو هي نفس الفكره بتاعت خالد عبد الفتاح، انت لو حاطط اكرم واحتجت حد في الماتش يلعب سيرد باك ممكن محمد هاني يخش سيرد باك، ما هو لعب كتير برضو نفس الفكره ده قصدي يعني، وتحط اكرم باك رايت او كريم فؤاد باك رايت عادي، كريم فؤاد باك ليفت هو دي برضو ممكن يكون حاططها في الحسبان، هو لعبها برضو كتير لعبها مع المنتخب الاولمبي ولعبها وهو موجود في ام بي كان بيلعبها على طول ولعب وينج ليفت وينج رايت. كابتن سيد انت برضو اندهشت من غياب الدبيس واكرم على القائمه؟ يعني اندهش بس واضح، خلي بالك الراجل يعني ممكن اندهش مع كريم شويه، انما اكرم واضح ان الراجل ما عندوش رضا كامل على اكرم. يعني ان انت تخرجوا ماتشين ورا بعض ليه حق، وخصوصا مش حكايه ليه حق من المستوى اللي شفته لاكرم من بعد ما رجع، هو اكرم معروف في الناحيه الدفاعيه اقوى واحد هتلاقيه في النادي الاهلي، انما الناحيه الهجوميه انت اكرم مش هتلاقيه بنسبه 100%، فانا الطبيعي في انا لما بلعب اكرم لازم الجناح اللي قدامه يبقى هو الراجل ده الجبهه دي بتاعته هجومية، انما انا منتظر ان اكرم هيدافع بشكل قوي ويهاجم. لا هو اكرم مش لعيب، مش باك ليفت اصلا، مش باك رايت اللي هو هيروح يعمل الكروكس ويعمل الكره لتحت وهيعمل، لا مش هيعمل اوفرات كتيره، مش هيعمل كرات عرضيه كتيره، مش هيعمل الكره لتحت كتير، ما هو ده طبع اكرم يعني، هو دفاعيا هو اقوى لعيب في النادي الاهلي، انما هجوميا فانت الراجل كان مستني منه مثلا الماتش اللي قبل الاخير الناحيه الهجوميه فممكن ما لقاهاش عشان النادي الاهلي ما كانش متفوق بشكل كبير، فهي دي. فانا شايف ان من بعد الماتش ده بدا يعني ان هو يخرجه وما يسافرش مع الفرقه، ان هو يخرجه ماتش النهارده كمان، فانا شايف ان دي فيها نقطه، بس ان الراجل هيبعد اكرم شويه، انا مش عارف ده احساسي صح ولا لا، عن التشكيل، عن التشكيل الاساسي يعني، عن التشكيل الاساسي يعني هيدي هاني اكتر الفتره الجايه، هو واضح كده يعني، لو حتى اكرم مش بديل يعني هو واضح، هو اكرم يعني مش منافس لهاني دلوقتي بالنسبه للراجل
الا اذا الظروف خدمتك بقى في حاجه. اكرم اول ما رجع اداله على طول. واداله في وقت هاني كان بيلعب وعادي. وكان في ثقه كبيره فيه. خلي بالك الباكين عامه في النادي الاهلي يعني هو الراجل بدا يفهمها شويه دلوقتي. لو ما فيش ناحيه هجوميه هيبقى الموضوع عادي، يعني انا ممكن العب اي حد يلعب باك ليفت واي حد يلعب باك رايت. اللي هيفرق الناحيه الهجوميه. الناحيه الهجوميه باين بتكسب الفرقه، هو ده اللي هيبقى ليك تواجد كبير. انما الناحيه الدفاعيه هتبقى مطلوبه في ماتشات بره ملعبك، ماتشات معينه، انما مش يعني في كل الماتشات. انت مستغرب من عدم وجود كلمه دبيس، بس اكرم كنت متوقع عادي يعني. اكرم متوقع لان الراجل ما صفروش اصلا الماتش اللي فات. يعني فواضح ان الراجل ما عندوش رضا كامل عن اكرم الفتره دي. طب كابتن احمد، خبر غريب النهارده وان كولر مش موجود من الثلاثه اللي بينافسوا على افضل مدرب في القارة السمراء في الاستفتاء او في الجوائز اللي بيعملها الكاف، خرج من التصفية الاخيرة. يعني خبر مش مدهش شوية؟ هو يعني اتحط مكانه عبد الحق بن شيخة، يعني اولر الكراكي ماشي تمام، اليو سيسي بتاع السنغال برضو ماشي تمام، لكن لما تحط مدرب نادي معاهم ويبقى عبد الحق بن شيخة كسبان كونفدراليه وكسب، حتى لو كسب الاهلي في السوبر ويبقى اللي كسب دوري بلده ودوري قوي وكسب كاس وكسب افريقيا، يعني عمل الحقيقه موسم كبير الموسم اللي فات. بس هو بيحاسب على البطولات الافريقيه او البطولات اللي هي القاريه. مش شرط. لا ما هو انت هو انت حتى تيجي تحسب احسن لاعب بتقول ايه؟ كسب الدوري الانجليزي، كسب دوري الابطال. هو بص يعني هو مبدئيا يعني هو كان لو من الاحق لو اتحط ولا عبد الحق لو اتحط في الـ في الـ في الـ الناس هتقول عادي ومفيش مشكله ويستحق، ولو الراجل عبد الحق بن شيخ اتحط برضه هو ليه حق يتحط، فهو الاثنين التانيين ليه حق ازاي؟ ايوه ليه حق، هو واخد كونفدراليه وكسبان الاهلي في السوبر، كسبان كولر نفسه في السوبر وهو واخد كونفدراليه. طب كسبان كولر في ايوه طب هو الموضوع هو الموضوع مش يعني اولا عادي جدا الراجل واخد بطولتين وده واخد بطوله افريقيه يعني ده بينفع. بس دوري الابطال اقوى يعني دوري ابطال اوروبا زي بطوله المؤتمر الاوروبي او بس فرقه الاهلي اقوى من فرقه والمواجهه الفاصله هو الراجل كسب يعني كسب كورة عادي يعني ايوه طب ماشي ده ماتش الاهلي كان احسن كسب بنالتي يعني اقصد في الكورة وارد يعني من الاحق فنيا في رايك ان يبقى موجود يعني ما هو ماشي من احق فنيا انا شايف ان هو طب مثلا كسب كولر وخد الكونفدراليه وهو فرقته مش احسن حاجه طب ما هتونس وصلت كاس عالم ايوه ماشي معاك والكاميرون وصلت كاس عالم ما تحطوش تحط اليو سيسي لانه هو كمل شويه ما هو كمل طبعا هو طيب. هو من الناس اللي المرشحه اصلا كانت تبقى مرشحه في يعني انت شايف ان عبد الحق بن شيخه احق من كولر انا شايف كده الصراحه هو في التصفيه الاخيره اكيد يعني انا بقول لك النسب مش بعيده من وجهه نظر انا يعني النسب مش بعيده بس هو الراجل احق انا بقول لك يعني حتى مع تغيير فرقته غير فيها كتير جدا وخد السوبر في دي انا مش معاك صراحه ما انا عارف ان انت مش هتبقى معايا لا الاهلي في دوري الابطال قابل مهمات صعبه يعني قابل فرقه زي الترجي وتخطاها وقابل فرقه زي الرجاء وتخطاها وقابل فرقه زي الوداد عكس الكونفدراليه الامور بتبقى اسهل يعني ايوه ماشي ما انت هتشوف تصنيف الفرقه برضو ما انت بتلعب بطوله على قد تصنيف فرقتك وفي الاخر هو كسبك في البطوله المشتركه بينك وبينه لا انا مش الموضوع لا الموضوع مش محتاج يعني. اصل السوبر ده وارد السوبر ده ممكن مانشستر سيتي يخسر سوبر او ما هو ماشي ما عادي ما هو بطوله قاريه ما هو وارد ان انت تخسر سوبر وارد ان انت تكسبه عادي جدا بس اما بتكسبه بيبقى ليك كريدت اصل يا كابتن احمد السوبر انت بتكسب السوبر بتاخد كريدت السوبر كبير ده 90 دقيقه ماتش ايوه ماشي ما انت بتكسبه بتاخد كريدت وبيتحسب لك بطوله ما هو كولر محسوب له من الخمس بطولات اللي خدهم محسوب له السوبر قبل كده صح لا السوبر المحلي السوبر محسوب من البطولات الخمسه اتنين هو عادي ما هو بطوله اتاخدت وهتتحسب في التاريخ بطوله كابتن ايه رايك ايه؟ لا انا بشوف الاختيارات عامه في افريقيا يعني حتى مش ده حتى الاليه ما اتقالتش يعني هم بيختاروا على اساس ما اتقالش مش مدربين حتى مدربين لعيبه حراس كلها هتلاقي في افريقيا ليها وضع خاص يعني انت مثلا لو جيت حتى اللعيبه بتتكلم النهارده مثلا محرز مش في الثلاثه اللي انت تختار ما بينهم وراجل محقق كل البطولات ودي حاجه غريبه برضه ما دي من الحاجات ففي واضح ان مش اليه معينه للاختيار مش عدد البطولات اللي انت بتاخدها طب خليني اقول لك على حاجه يعني مثلا هتختاروا بمناسبه كلام كابتن سيد ان الاليه غريبه يعني مثلا افضل منتخب من ثلاثه معاه منتخب جامبيا يعني هل منتخب جامبيا افضل من منتخب تونس هل افضل من منتخب ما هي الاليه ايه انت بتقول على التطور راح كاس عالم
لا بس هو كتطور هو بيتطور ماشي، بس انت حطه من ضمن التلاتة الافضل. الافضل في الافضل تطور حاجة ما والافضل حاجة. ما انا بقولك اللعيبة، انا ضربت لك مثل باللعيبة. انت بتتكلم على اللعيبة ان محرز ما يكونش في التلاتة، دي برضو بامانة علامة استفهام. ما هو وزيبه اتطور الموريتين وكسب بيراميدز ووصل لدور المجموعة. هل لما اجي احط بافضل فرق في افريقيا اربعة احط لا هي افريقيا ما لهاش آلية بصراحة. طب هل يجوز المغرب والسنغال وام جامبيا على حساب مثلا، سيبك من منتخب مصر نتكلم عن منتخب مصر، على حساب تونس، على حساب الكاميرون، على حساب الكاميرون وصل كاس عالم مش كده ولعب كاس عالم؟ أيوة تونس لعب كاس عالم، هو لعب كاس عالم بس هو الطبيعي يلعبوا كاس عالم يا سيدي ماشي. ايوه ماشي انا اختار بقى معاك. هو انا مش معايا مش معاهم اللي هم يعني التصويت جنبي. التصويت هم وصلوا كاس عالم يا فندم، هم كده وصلوا كاس بس عالم بس هو موجود في الثلاثه يعني. ممكن الناس تختار، ممكن الناس تختار يعني تختار جنبي افضل منتخب في افريقيا. هو مين اللي بيختار بس؟ هو مين اللي ما حدش عارف، ما فيش الاليه اللي عارف يعني الجمهور يعني هل ما حدش عارف ما حطتوش الاليه صحيح يعني في الاختيار الاولاني اللي هو العدد العشرة ولا في الثلاثات. لا يعني هي حتى احنا في الفيفا عارفين بيختاروا ازاي، مش بالبطولات يعني. الفيفا عارفين البالون دور عارفين، وفرانس فوتبول وافضل لاعب في اوروبا بنبقى عارفين. حاجتين اللي مش عارفينهم دي وبتاعه الرابطه بتاعتنا يعني. معلش بقى انت كنت ماشي كويس. دول مش عارفينهم. دول 40 دقيقة من شوية. انت لسه ماشي كويس يعني. لا ما هو احنا قعدنا ساعة. داخل 20 في 20. قعدنا ساعة مع مستر برير. مش بتحبوش؟ لا بحبه. بحب كل الناس الحمد لله. وانا متضايق ليه؟ لا بس كل الدنيا وردي يعني، الدنيا وردي. هو رأيه. امال الخناقات اللي احنا بنشوفها كل يوم ده، احنا بنقعد هنا ثلاث ساعات فيهم ساعتين ونص. ايوه لما نيجي نحاور على 10 كور. وماله لما بنيجي نحاور فيهم ساعتين ونص على 10 كور. الكوره بتاعت امين عمر. وانت بقى كنت قاعد تقاوح معايا ثلاث ساعات هنا يا راجل على الكوره دي. لا مش دي. لا على دي يا راجل. ده انا في الانترو في يوم ماتش امين عمر ده عملت فقره كامله على ان الكوره دي بينالتي. انت بتهزر؟ لا انت كنت بتقاوح معايا عشان انت انت دايما لا بغيزك. مش بتغيظني. انت دايما بتتبنى وجهه النظر الاخرى. قصه ثانيه بس انا وجهه نظر انا بقولها في الانترو يعني. انا في الانترو اتكلمت عن موقف البنالتي بتاع امين عمر بوضوح لو تفتكر يعني. طب خلينا نرجع لموضوعنا. انا عايز اعرف دلوقتي، طب خلينا نتكلم على التلاتات. يعني انت ذكرت انه مثلا الاهلي، الوداد، سان داونز، منطقي. ده منطقي عشان اختار افضل نادي بالتلاته. منطقي. طب ازاي انا بختار افضل مدرب حاط من حق بن شيخه ولما جيت احط النادي بتاعه مش ناديه؟ ما هو انا لسه هقول لك مش ده برضه مش منطقي. يعني هو انت مش حاطط ناديه. مش منطقي اللي انت اصلا ما حطيتش يعني هو مثلا الوداد يخش ليه؟ هو اكيد الوداد عشان لعب اتنين نهائي. عشان لعب اتنين بس فرقه واخده كونفدراليه. ما يعني الطبيعي بيبقى لعيبه بتطلع منها بتبقى من احسن اللعيبه في التشكيل المثالي بتاع القاره. يعني هو برضه نفس الكلام. عشان مغربي. ايوه انا بقول لك. لا والله. ما انا ما عنديش مانع اتحط الوداد وهو وصل فاينل مع الاهلي وكان فاينل قوي، وسان داونز السنه دي مقدم موسم قوي. لو انت بقى عبد الحق بن شيخه زي ما انت عارف جامبيا اكتر مين 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 صح ولا غلط؟ حتى الكوره بتاع جامبيا او جامبيا كان تقريبا حد ماسك الاتحاد الافريقي هناك صح؟ نعم. انت قصدك النائب بتاعه ده موريتاني؟ لا والله اعلم جامبيا كان عارف. كان حد تقريبا ماسك ممكن ما اعرفش. انت قصدك ان هي متقسمه وفق مش عارف بقى انا ما اعرفش. هو اللي الاتحاد الافريقي غريب الصراحه في كل حاجه. طب يعني انت يعني على رايك لو كنت هتحط المدرب بتاعه حط النادي بتاعه. النادي بتاعه يعني انا احط الاهلي ممكن يبقى افضل يعني ممكن يختار يجيب الاهلي وانا متوقع كده. يعني انا متوقع الاهلي وسان داونز والوداد الاهلي اللي يبقى افضل نادي ومدربه لا. طب ازاي هو افضل نادي؟ طيب الثلاثة حراس المرمى منطقيين طبعا، بونو ياسين بونو حارس مرمى المغرب، والشناوي طبعا حارس مرمى النادي الاهلي، وأونانا بتاع الكاميرون. هل ده اختيار طبيعي الثلاثة يعني؟ هو اكيد أونانا مش على منتخب الكاميرون لان هو منتخب الكاميرون ولا على مانشستر. يعني ولا على مانشستر اخر اربع شهور ولا على السعودية. لا ما راحش. مين بونو؟ لا أونانا. لا قصدك على بونو؟ أونانا في مانشستر. لا هو قصده على مندي. انا قصدي بونو. انا قصدي مندي. قصدي مندي. صح انا اسف.
قلنا انا في مانشستر. مانشستر اه مانشستر. مش هياخد حاجه على يعني كده وكده مش شغال عطلان. هي فيها شويه يعني بصراحه. طب بيرسي تاو وشالوا لي بيحليها شويه. اه بيرسي تاو وشالوا لي وميالي بتاع ال بتاع بيراميدز. بيراميدز عشان كان في يانج افريكانز يعني وصلوا فاينل. منطقي افضل لاعب داخل القاره. طب ليه ما فيش لعيب من الوداد اللي هو في احسن نادي؟ اه مش عارف. برضه في حاجات كده انت عارف لو تقول ولا اتحاد العاصمه اللي كسب الكونفدراليه ولا اتحاد العاصمه لو تقول المعايير يعني مثلا ده بناء على كذا بناء على البطولات مثلا مفيش معايير بناء على المنتخب بناء على بناء يعني حتى مثلاً حتى اللعيبه على اراء كباتن الفرق او او صحفيين الانديه او الصحفيين او اي بس ما قلتليش رايك انت انت ضد ان انت شايف ان كولر كان احق يبقى في الثلاثه كان احق يبقى في الثلاثه لان هو بطوله كبيره يعني دوري الابطال والنقطه الاهم برضو بعدد البطولات طالما انت بتدخل فيها حاجات محليه وبتدخل فيها امور تانية لان واضح ان هي بتدخل في لعيبه كتيره جدا يعني انت بتدخل لعيبه هو من يانج افريكانز ما خدش بطوله اصلا بس انت عايز تدخل ومدخله من سان داونز ما خدش بطوله سان داونز في الموسم ده ما خدش بطوله سان داونز واخد يعني دوري افريقيا دوري لا السوبر الافريقي الافريقي السوبر السنه دي مش ده هم من ده هم بيختاروا من 22 ما كانش منتخب المغرب 22 فين كاس العالم المغرب 22 مش 23 لا هو كاس العالم 23 اتلعب في 23 برضه انا كاس العالم خلص 23 ولا خلص 22 ما هو ميسي خد كان في شهر 11 نوفمبر بدا في نوفمبر على اللي فات في من 20 نوفمبر ل 18 ديسمبر اذا كنت هتحسبها الحسبه دي يعني لكن هو احنا قلنا ماشي لا نعتبرها موسم حاجه من اتنين يا كابتن يا موسم يا سنه صح يعني الفيفا بياخد بالموسم البالون دور بياخد بالسنه من 1 يناير ل 31 ديسمبر هات لي المعايير الفيفا بالموسم بمعنى ايه لو هتدخل كاس العالم زي ما هم مدخلين معناها كده موسم 22 23 خلاص يبقى التقييم على موسم 22 23 دخل جوانا كاس العالم صح ولا غلط؟ صح لكن انت سان داونز هو موسم ولا سنه؟ يعني لا هو ماله سان داونز بالموضوع سان داونز انت واخده باحسن اداء ما عملش حاجه السنه اللي فاتت خسران سيمي فاينل من الوداد الموسم اللي فات هو خسران سيمي فاينل ما كانتش بطوله السنه اللي فاتت سيبك من الدوري الافريقي ده كان الموسم ده بقى 23 24 اذا اعتبرناها موسم يبقى هو واخد بطوله في 23 24 اذا اعتبرناها سنه يبقى المغرب كله مش موجود في لا هو عشان المغرب كانت اتلعبت في 23 وخلصت في 23 ايه هي البطوله اتلعبت في 23 وخلصت في 23 اللي هي ايه هي بطوله هي كاس ايوه في الدوري الافريقي اتلعب في شهر ايوه في 23 السؤال هذا الاستفتاء بالسنه ولا بالموسم انا ما اعرفش معايير ما انا بقول لك طالما كاس العالم دخلت في التقييم يبقى موسم مش سنه يبقى عشان ادخل احنا عادي عندنا الكام شهر احنا لسه بنلعب الكاس بتاع 21 يعني هم مشينا كده يعني بالحب يعني عدي للكاف برضه ما انت بتعدي حاجات كتير يعني عدي للكاف امبارح شفت زي ما بعد العامر حسين استنى بقى استنى بقى يعني عدي شويه اللي استنى انا شفت تصريح امبارح طب خليها سنه ونص شفت تصريح امبارح جامد جدا انا كنتش موجود امبارح لا ما انا عارف انا شفت تصريح يعني احنا بس عشان نقفل دي بعد تأجيل الاتحاد الافريقي طب عشان نقفل دي ثانيه او تقديم نعتبرها دي سنه ونص مش سنه ولا موسم هو احنا ما ينفعش نعتبرها حاجه احنا عايزين نسمع من حد حاجه طب عشان فاصل قول بسرعه هو ميسي خد البالون دور بتاعه السنه اللي فاتت المفروض ياخد بتاعه 22 صح خدها السنه دي بتاعه 23 مش دي بتاعه 23 لا ولا بتاعه 22 مش عارف حاجه بتاع كاس العالم البالون دور قالوا ان هيدخلوا كاس العالم في السنه الجديده طيب ما خلاص بقى يبقى انت حليتها اهو لا الفيفا ما اعلنش غير بعد كاس العالم جايزتها ماشي ما خلاص ما يعني الفيفا لان الفيفا بياخد بالسنه وده بياخد بالموسم ما هو ما هو في جوائز بالسنه ما تجننيش انت مش انت عايز تقول تصريح ايه انجز التصريح بتاع الحاج عامر امبارح ان هو قال لك ان الاتحاد الافريقي لا ده عايز بعد الفاصل عايز بعد الفاصل الاتحاد الافريقي ايه اللي بياخد قرارات عشوائيه عشان قدم ماتش الزمالك يوم قال كده امبارح هنا يعني تقصد لا ما قالش كده هنا انا بقول لك هو التصريح ده في وسائل اعلام اخرى يعني يعني ما انه قرارات عشوائيه لان الاتحاد الافريقي بي عشان قدم ماتش الزمالك يوم اوكي طيب عايز اعلي عليه بعد الفاصل بعد الفاصل يعني بعد الفاصل بقى شبه عندنا الوقت بقى بعد الفاصل نعلي فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضراتكم
اتفضل. انا قلت التصريح كان ازاي يرد عليه. هو كان السيد مستني الحاجات دي من زمان. لا انا بتكلم على التصريح اللي قاله الحاج عامر ان الاتحاد الافريقي بياخد قرارات عشوائيه. بس هو الاتحاد الافريقي فعلا بياخد قرارات عشوائيه. سيبك حتى من الموقف انه التبكير او تقديم ماتش الزمالك يوم، ما برضه الاهلي تقدم يوم، الاهلي كان السبت فجاه بقى الجمعه. تمام. ماتش بيبقى ساعه 9 9 ويعلن بيبقى الساعه 6. انا في ماتشات ما بتبقاش عارف 6 صح يعني، ماتش يبقى مثلا المنتخب عنده توقف، المنتخبات عندها توقف. دوري تبص تلاقي عندك ماتش في النادي في افريقيا بعد يومين ثلاثه. انا معاك في ده كله، بس ايه التعليق بقى؟ هو انا معاك في ده كله، احنا عندنا كمان كده، احنا بص. عندنا احنا اللي مؤسسين الحاجات ديت العشوائيه، القرارات ديت اللي بتطلع في يوم وليله. النهارده الماتش بعد 48 ساعه لا اتاجل، طب هيتنقل برج العرب، طب هيتلعب في القاهره، طب هيبقى بجمهور، طب هيبقى من غير جمهور. ما احنا اللي بنحدد، احنا اللي اخترعنا الحاجات ديت في افريقيا مش الاتحاد الافريقي. يعني لو هندور على نفسنا نشوف احنا نفسنا احنا واقفين فين، وبعد كده ننتقل. يعني صناعه اتحاد الكره المصري ميدن طبعا ميدن فوتبول فيدريشن ميدن اليكس. كابتن سيد عايز تعلق على الموضوع ده؟ لا انا اقول لك تصريح انيل من ده اللي قاله لك الحاج عامر في بدايه. اسوأ بلاش انيل دي، لا اسوأ كلفظ يعني. ماشي. اللي قاله لك الحاج عامر في بدايه الموسم، انت فاكر معاك في مداخله قال لك انا الحاج عامر بيخش معاك كتير، لا قال لك انا هسهر هرجع اسكندريه اسهر يومين ثلاثه على الجدول وهخلصه. انا ده بمناسبه ايه؟ الاتحاد السعودي كان في خبر نازل من يومين انه عايز ياجل ماتش ضمك. لا 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 الاتحاد السعودي، الاتحاد السعودي اتحاد الكوره نفسه هيعلن جدول ثلاث سنين جايه. الفتره الجايه. فانت فاهم يعني احنا واصلين لايه والناس واصله لايه؟ يعني ثلاث سنين الدوري السعودي مسابقات يعني؟ جايه. والدوري السعودي ما طبيعي ان انت بتنسق مع مين؟ يعني انت كاتحاد كره مصري او مع الاتحاد الافريقي، لان انت ده اللي ليك علاقه بيه، فانت الطبيعي ان في اصلا علاقه موجوده. بس يعني هل الاتحاد اسس اتحاد افريقيا؟ برضه في التنسيق ده المفروض انت كمان ليك اليد العليا هنا، يعني علاقتك تبقى قويه بكل المسؤولين في الاتحاد الافريقي من زمان مش من دلوقتي. طب انا اسالك سؤال لوجيك، خلاص احنا عرفنا ان احنا مصدرين العشوائيه. تمام ماشي. يعني مثلا السوبر الافريقي لما جيت لعب بين الاهلي واتحاد العاصمه، تعرف احنا عرفنا الماتش امتى ميعاده؟ فاكر لما اتقال اول 8 هو اتاجل مرتين، اتاجل مرتين اول 9 لا نص 9. ما هو دي حاجات برضو انت بتبقى بتتفاجئ بيها. طب انت تعرف ماتش الاهلي وشباب الوزداد امتى التاني؟ اذا الاهلي كسب هيبقى في بعد كده، اذا الاهلي كمل في كاس العالم للانديه في حاجه اسمها اذا. بس دي أيوة ليها مثلا ليها حاله خاصه، ليها حاله خاصه مثلا. لكن هو في فعلا قرارات كتيره اصلا يعني اتخذت. يعني انا اقصد انت عشان تبني زي السعوديه ثلاث سنين لا خلاص احنا سيبك من حته العشوائيه. ما انت برضه لازم الاتحاد القاري يكون بيديك اجنده صح ولا غلط واضحه. حتى الاتحاد الدولي مع افريقيا بتعامل غير اسيا. ما تاخدش برضو السبب الرئيسي ان افريقيا هي اللي انت حتى وبطولات افريقيا معلنه، انت بالنسبه لك انت المشكله فيك. احنا بقالنا كام مره، انا بقالي سنه ونص معاك مثلا، كل مره نقول ايه المفروض الدوري يتغير شكله عشان تبدا بشكل جديد بدري. وتبدا سنه كويسه من دوري كورونا، في سنه استثنائيه، من دوري في سنه كورونا. استثنائيه ده احنا مستنيينها دي، دي ان شاء الله في الاخره يعني مش موجوده يعني. بقالنا قد ايه مستنيين السنه الاستثنائيه دي وانت بتلعب؟ انت عارف ليه؟ وانا صغير. انت عارف ليه؟ بتكلم بجد والله، عشان سيبك من مصلحه الكوره اللي بتتقال وحد يقول لك مصلحه الكوره وانا بعمل لمصلحه الكوره، لا كله لمصلحه نفسه، الشو بتاع كل واحد موجود. انما مصلحه الكوره ولا حد يا باشا، ومصلحه الكره هي سنه استثنائيه للانديه ولازم الانديه تقبل واتحاد الكره يبقى صاحب قرار. انما ولا يا باشا انا خليني انا مش هواجه حد، انا مش هدخل الخناقه، انا ماليش دعوه بالخناقه، انا خليني كده جنب الحيط، خليني ورا الستاره. انما ادخل الخناقه يعني. طبعا ادخل الخناقه عشان مصلحه النادي ده يزوم عليا، النادي ده يزوم عليا. انما ادخل الخناقه عشان مصلحه الكره ولا حد هيدخلها. انما خليني مستخبي كده وانا متداري، انا كل تمام، انا في التمام. انما هات لي حاجه مثلا بتحصل عشان مصلحه الكوره، قول لي نقطه واحده. انت راجل مهم جدا وراجل صحفي مهم ومقدم برامج مهم، قول لي حاجه حصلت. لا حاجه استثنائيه، لا العادي اللي بيحصل. إيه اللي هو إيه لو إيه انا موجود إيه انت اللي موجود اللي مصلحه الكوره، حد إيه اللي مصلحه الكوره. بقول لك ما فيش حاجه استثنائيه بتتعمل للتطوير.
ايوه كله عادي يطور من حاجه هو كله بيجي يمشي يا باشا احنا ماشيين في طابور اموره يعني كل واحد بيجي بيمشي اموره ما بيبصش مستقبل ولا يعني من 7 سنين زي من 10 سنين زي لا من هو بص هو من مثلا 12 13 سنه الدوري كان منتظم وكان من 2010 مثلا لحد 2010 2011 الدوري كان عالمي ومنتظم وبتلعب يعني؟ في مواعيدك ايوه بتلعب في مواعيدك وبيتحط من اول يوم لاخر يوم تخلص الدوري في شهر 5 وتنافس كبير جدا ومعظم فرق الدوري كويسه جدا انما انت عملت كده وعمال بقى مكمل مفيش حد بيجي يقول ايه وقف هنا طب نبدا حاجه كويسه كل حد يطلع يقول لك ايه اصل والله الانديه رفضت وحضرتك مسؤول ليه انا شايف يعني حضرتك مسؤول ليه عشان تاخد قرار وعشان تواجه مش عشان لا انا ماليش دعوه اذا كان قرارك في صالح الكره واجه النادي المعترض طبعا وانت لو طلعت وقلت لمصلحه الكره المصريه وحد يقدر يتكلم حتى لو اتكلم انت راجل بتعمل الصح اعمل الصح انما انت لو قلقان من حاجه خلاص ما تبقاش موجود احسن حقبه في تاريخ الكره المصريه من 2000 ل 2010 ومنتخبات ناشئين ومنتخب اول من 2000 ل 2010 بدأت بالله حرب الدهشوري ثم كابتن سمير من 2000 ل 2010 احسن حقبه في تاريخ الكره المصريه 10 سنين دول كان له حرب والكابتن سمير زاهي المسابقات منتظمه من اول يوم لاخر يوم بتلعب الدوري في شهر 8 برامج المنتخبات كلها بتخلص في شهر 5 وسلام عليكم بتاخد الراحه بتاعتك السنه اللعيب بيجي يخش الموسم اللي بعده فريش في منتخب هيلعب ما فيش منتخب هيريح كل حاجه متظبطه بعد كده الامور بقى راحت في اتجاهات تاني خالص مشاكل كبيره عشوائيه كبيره جدا كل حاجه دلوقتي انت بقى متحدد لك من الاتحاد زي مثلا ايه دوري ابطال اوروبا الاتحاد الافريقي محدد حتى لو هو عنده برضه قرارات عشوائيه بس هو محدد لك دلوقتي بتلعب افريقيا سبت حد سبت حد الكونفدراليه مثلا سبت حد حاطط يومين اهو بتلعب فيهم ما تحط ماتشاتك انت او حط الجدول بتاع الدوري على الاساس ده انا بديك 3 ايام اختيار او يومين انت حط ظبط الدنيا يعني دلوقتي في اسبانيا برشلونه بيلعب مثلا 3 ريال مدريد بيلعب 4 بيبقوا عاكسين الايام يجي الاسبوع اللي بعده يلعب دوري ده يلعب السبت وده يلعب الحد الاسبوع اللي بعده هتلاقيه بيقلبه وده يريح يوم زياده عن هم بيمشوا ده وفق الجداول بتاعته ايوه هو الجداول خلاص فهو الجدول بيبقى جاي لك ما انت تظبط حالك مع الاتحاد الافريقي او انت تعرف جدول الاتحاد الافريقي قول له المواعيد اللي جايه السنه الجايه عشان اعمل الجدول بتاعي لو انت عايز تطور اصلا او عايز تعمل حاجه فده المفروض الطبيعي يبقى في العالم كله وهو مش طبيعي ان اصلا احنا فعلا قص العشوائيه طيب احنا عشان بقينا دقيقتين ثلاثه انا شايف مبالغه في قصه ابرام التعاقد مع كابتن معتمد جمال وصور والمجلس والناس ولا عادي مش مبالغه والناس برضه جمهور الزمالك شويه عايز يطمن لا مش موضوع ما فيش مدرب اجنبي انا بقول هيبقى فيه مدرب اجنبي بس هو الطبيعي انت دلوقتي امال العقد ده ايه؟ ما هو عقد تدريبه هو معروف ان كابتن معتمد هيبقى مكمل حتى لو يعني هو ماضي عقد مدرب عام اقصد؟ ايوه هو ماضي عقد وهو ده اتقال ان هو مدير فني مؤقت العقد مكتوب فيه ايه؟ مدير فني ما هو مكتوب فيه مدير فني للفرقه ما هو فعلا دلوقتي مدير فني للفرقه هو دلوقتي اما يجي يطلع له مرتبه هيطلع له على اساس ايه؟ هيجي يطلع له مكافئته على اساس ايه؟ مدرب ولا مدير فني ما هو اللي بيدير ما هو الحاجات دي كلها معموله عشان كده عشان يبقى ماشي بالورقه والقلم هيجي مدير فني في فتره التوقف انا بقول لك من دلوقتي هيجي مدير فني اجنبي في فتره التوقف وكابتن معتمد هيبقى مكمل معاه طب هل انت شايف في مبالغه في الخبر يعني كابتن معتمد كده كده موجود وعادي يعني حتى لو ابرمت التعاقد لكن هل يعني انا كنت اتمنى ان الخبر ينتشر بالصوره دي مع فتح القيد مع صفقه يعني تبقى حاجه وخلي بالك برضو هو مجلس اداره نادي الزمالك هو مجلس جديد فكل حاجه هيبقى محتاج ان هو يكبرها عشان يبقى متعطش للنجاح او يظهر ان هو بيصور ان هو بيعمل بيظبط حاجات وخصوصا مع الضغط الاخير بتاع فتح القيد في ضغط كبير جدا على المجلس فلازم يبين ان في حاجه بتحصل بس انا بشوف ان الهدف الاكبر او اللي لازم يعمله نادي الزمالك فعلا فتح القيد يعني لازم تتصرف عشان تعمل دي حتى لو ما اشتريتش لعيبه بس انت الخطوه دي لازم تاخدها يعني الخطوه دي هتريحك بعد كده انما انت لو استمر مثلا لنهايه الموسم لا يبقى انت ما عملتش جديد هتفضل مكمل على الوضع ده وهيبقى الهدف الرئيسي اللي انت جيت عشانه انت ما نجحتش فيه في اول حاجه فانا شايف ان ده الاهم دلوقتي
ده الأهم دلوقتي، وبعد كده مستحقات اللعيبة، وبعد كده الصفقات لازم ترتبهم واحد اتنين تلاتة. إنما الكابتن معتمد كده كده هيكمل، وزي ما عيد بيقول حتى لو في مدير فني أجنبي هو هيكون معاه طالما الراجل موافق وقابل بالمهمة. والكابتن معتمد في الماتشات اللي مسكها الراجل ماشي بشكل صراحة كويس. يعني شايف الزمالك قدام سجرادة يستطيع الفوز الماتش ان شاء الله كابتن معتمد نفس الطريقه نفس التشكيل نفس هيلعب بنفس الطريقه ونفس التشكيل، ومن حظه ان هو الماتش كمان اتاجل ماتش الدوري دوت وابتدي يتقدم يوم، ولعبه تبقى فريش اكتر. اللي لعبوا الماتش في الغالب هيلعب بنفس التشكيل، يعني يبقى ضغط اكبر لو لعب الاتحاد النهارده. لو لعب الاتحاد النهارده كنت ممكن تلاقي النهارده مثلا مقعد شيكابالا ما بيلعبوش ويديله شويه الماتش الجاي يبدا كده كله هتلاقيه بيلعب بنفس الشكل ونفس الفرقه، ودي حاجه كويسه. وكويس كمان ان الماتش فيه جماهير، جماهير الزمالك كانت كبيره الماتش اللي فات وفرقت كتير جدا في الماتش، وخصوصا استاد السلام مش كبير، الساعه مش كبيره قوي فالجماهير بتبان فيه يعني. توقعاتك لماتش الزمالك وسجرادة؟ الزمالك هيكسب. الاهلي وشباب بورسعيد؟ الاهلي هيكسب. كابتن سيد توقعاتك للماتشين؟ الاهلي والزمالك هيكسبوا ان شاء الله. ان شاء الله. كان عندي خبر انه حظوظ عبد الغني في التجديد صعب قوي السنه دي. هي صعبة فعلا. انت شايف ده طبيعي؟ يعني طبيعي وفق جدا وفق مستوى عبد الغني؟ طبيعي مستوى في اخر سنتين كمان، مش الموسم ده والموسم اللي فات، ده طبيعي جدا. ونادي الزمالك بيحاول في الحته ديت يجدد او يدور على لعيبه صغيره تفيد النادي. ممكن يعمل تحول فني في ادائه في الست شهور اللي باقيين دول؟ يعني بص، هو انا شايف وارد كل حاجه، يعني في الكوره في تطورات ومتغيرات كبيره، فانا شايف ان هو انما حتى الان ده طبيعي. ده طبيعي جدا. انت مع الكلام ده؟ انا شايف ان هو طبيعي لان هو بعيد بقى له فتره يعني. كابتن احمد عيد عبد الملك شرفتنا حبيبي. كابتن سيد معوض شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكره اجازه الجمعه، السبت اجازه، يوم الاحد ان شاء الله هنلتقي حلقه جديده باذن الله في تمام 11 مساء من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.